السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم مشاهدينا، وأهلا بكم في عدد جديد من برنامج هذا الصباح الذي يأتيكم مباشرة على إخبار تلفزيون الجزائري. وعلى مدار ثلاث ساعات ابتداء من الآن سنناقش عدة مواضيع وملفات، بداية بالملف الصحي وموضوعنا اليوم حول التقنيات الجديدة والمتطورة لجراحة المخ والأعصاب في الجزائر. إلى جديد الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعي للعمال الأجراء، والحديث أيضا عن الآلية الجديدة المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية للمؤمنين. إلى ملف الأمن والسلامة المرورية والتحسيس بمخاطر الحوادث التي تمس نقل البضائع والمواد الخطيرة في فصل الصيف. ونبقى دائما في الجانب التحسيسي والحملة التحسيسية للوقاية ومكافحة حرائق الغابات، وهذا خلال فصل الصيف. إلى ملف آخر، إلى ملف السياحة واختتام موسم التكوين السياحي والفندقة لموسم 2023، موسم أيضا 2024. إلى ملف التكنولوجيا الحديثة والذكاء والذكاء الاصطناعي والروبوت، والحديث عن واقع منظومة الروبوت التعليمي في الجزائر. ولنا وقفة مع ذكرى 62 لتأسيس الشرطة الجزائرية، إذن مسيرة حافلة بالإنجازات. الصباح الرياضي حاضر معنا ومحطاتنا الإخبارية حاضرة على رأس كل ساعة. قبل مناقشة كل هذه المواضيع والملفات، ورقة لأحوال الطقس مع زميل كريم مرزوق، ثم لنا عودة. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. تحية صباحية مشاهدينا، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء. نسبة رطوبة عالية خلال هذه الصبيحة مع إذا ضباب سيتلاشى خلال الظهيرة إن شاء الله، فسيح لأجواء مشمسة على الواجهة الساحلية الغربية وكذلك الوسطى، بينما دائما على الواجهة الشرقية شهدنا خلال الليل سحب سفلى مع بعض الأمطار المتفرقة، ستستمر خلال نهار اليوم إن شاء الله على الواجهة الساحلية. رعود منعزلة ستسود تقريبا جل الهضاب وكذلك منطقة الأوراس ومناطق الجنوب الغربي الصحراء الوسطى، احتمال لبعض الأمطار على منطقتي الهوغار والتاسيلي كذلك أقصى الجنوب خلال أواخر النهار إن شاء الله. زوابع عملية نشيطة على الصحراء الوسطى، أقصى الجنوب حتى على منطقتي الهوغار والتاسيلي. سجلنا خلال هذه الصبيحة مقاييس ما بين 21 إلى غاية 25 درجة على الواجهة الشمالية، 36 درجة على مقياس على تندوف وبن عباس، 35 درجة على الصحراء الوسطى، 27 درجة على طامنر أسد حتى على ولاية جانة. تم خلال الظهيرة مقارنة بيوم الأمس تراجع لدرجات الحرارة على الواجهة الشرقية. ننتظر بحول الله مقاييس ما بين 33 إلى غاية 34 درجة، 30 درجة على العاصمة بومرداس تيبازا، 33 درجة على تيزي وزو البويرة، 40 درجة على مقياس على كل من معسكر غليزان شلف حتى على البيض ونعامة، جنوبا على ولاية جانات، 44 درجة على إليزي. ترتفع موجة حار ستسود كل من منطقة الواحات الصحراء الوسطى حتى على منطقة تندوف وبني عباس، مقاييس ما بين 48 إلى 49 درجة تحت الظل. البحر خلال نهار اليوم سيبقى مضطرب إلى هائج على الواجهة الشرقية، رياح معتدلة، أما عن درجة حرارة مياه البحر تقارب 26 درجة. خلال يوم الغد وحتى خلال يوم الأربعاء وكذلك يوم الخميس المقبل إن شاء الله ننتظر نفس الوضعية الجوية، درجة حرارة مرتفعة ستسود الواجهة الغربية على السواحل وكذلك على الهضاب والمرتفعات حتى على منطقة الأوراس، بينما تبقى فصلية على المناطق الساحلية مع نسبة رطوبة عالية وأجواء رعدية على الهضاب والمرتفعات كذلك أقصى الجنوب حتى على منطقتي الهوغار والتاسيلي، مع طقس حار، موجة حر ستستمر على الصحراء الوسطى ومناطق الجنوب الغربي. غروب الشمس لنهار اليوم سيكون بحول الله دقيقة واحدة بعد 8 مساء. أشكركم على المتابعة والسلام عليكم. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية.
موبيليس، معا نصنع المستقبل. بداية مشاهدينا بالملف الصحي، وموضوعنا اليوم حول واقع جراحة المخ والأعصاب في الجزائر، والحديث أيضا عن آخر التقنيات المستعملة والجديدة أيضا المتطورة لجراحة المخ والأعصاب. للحديث أكثر في الموضوع أسعد باستضافة البروفيسور الأخضر جنان، أخصائي في جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا. مرحبا بك بروفيسور، وشكرا لتلبية الدعوة. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أشكر كثيرا طاقم هذا الصباح، وأخص بالذكر السيدة لميا على هذه الاستضافة، والتي أتمنى أن لا أكون ضيفا ثقيلا على الجمهور هذه الحصة. مرحبا بك بروفيسور. إذا بداية نتحدث عن واقع جراحة المخ والأعصاب في الجزائر. والله يعني الواقع يعني نتفائل به، هو واقع جيد لجراحة المخ والأعصاب في الجزائر، لأننا لاحظنا أن هناك يعني تطور، وهناك تقريبا يعني مواكبة للتقدم يعني والتقنيات الموجودة يعني في العالم المتقدم، موجودة كذلك عندنا هنا بالمستشفيات. أخص بالذكر مثلا إلا بالأمس فقط كان الأستاذ بن شريك يعني من وزارة الصحة كان أشرف على تعيين رؤساء المصالح الجدد في تقريبا كامل يعني الوطن. نعم. ولم تعد يعني جراحة المخ والأعصاب يعني حكرا على يعني على العاصمة وعلى المدن يعني الكبيرة، يعني تقريبا في كل المدن، نخص مثلا تلمسان، مستغانم، مثلا بشار، ورقلة، عنابة، يعني كلها قدمنا. تلاحظي أن يعني الوزارة يعني مهتمة وأيضا لفك الضغط على المستشفيات يعني تفك الضغط على المستشفيات يعني العاصمة والمدن يعني الكبيرة. كما ذكرت يعني هناك يعني تقدم ملحوظ، وهناك يعني مواكبة يعني تقريبا لتقدم هذه الجراحة اللي أصبحت يعني في الجزائر تقريبا جراحة رائدة والحمد لله، بفضل التقنيات وبفضل يعني الأجهزة التي صحيح. وفرتها يعني الدولة للمستشفيات. طيب بروفيسور، نتحدث أيضا عن الأمراض الأكثر شيوعا التي تصيب المخ والأعصاب. يعني الأمراض الأكثر شيوعا بغض النظر يعني عن حوادث المرور اللي يعني تقريبا يعني حوادث قولي 30 إلى 40% يعني من لاكتيفيتي يعني دو سيرفيس اي براتيكمون كونساكري ا سيت باثولوجي دونك دورجونس. هناك يعني الأورام لي تومور، هناك التشوهات الخلقية مثلا كما سبينا بيفيدا، كما مثلا يعني التشوه في العمود الفقري، يعني كذلك يعني الأورام اللي تصيب حتى يعني العمود الفقري وتصيب المخ. يعني هذه يعني الامراض يتم التكفل بها في مستشفياتنا يعني حاليا. نعم. نتحدث ايضا عن مرض شائع جدا وهو مرض الباركنسون. ايضا مرض الباركنسون ان الجزائر يعني قمنا وتقدمنا يعني بخطوه يعني صحيح. يعني كبيره جدا اننا يعني هذه يعني هذا المرض اللي هو مرض الرعاشه ويعرف بمرض الباركنسون يتم التكفل به. يعني احنا عندنا في المستشفى مصطفى باشا، كذلك هناك مستشفى يعني شرشال برئاسه الصديق والاخ كمال بوعيطه، هناك البليده راح تبدا ان شاء الله برئاسه الاخ والصديق تليبا، هناك في وهران كذلك يعني راح يبداو ثاني هذا الجراحه، وجراحه يعني تقريبا نقوم بنفس يعني العمليات التي يعني تقام خارج الوطن مثلا بفرنسا وفي امريكا، نقوم بنفس في الدول التقنيات الكبرى المتحكمه اكثر يعني يعني احنا نعم. متحكمين في تقنيه الجراحه حاليا. نعم. يعني عندنا الاجهزه اللازمه لكل هذا، من بينها مثلا حتى عندنا الرنين المغناطيسي، السيتي سكانير، عندنا يعني اللوجيسيال دو بلانينغ اللي هو يعني مهم كثير، عندنا يعني يعني ما نذكروش يعني الاسماوات، وانما عندنا اخر تقنيه الموجوده. نعم. عندنا هنا بال يعني نعم. بالجزائر الحمد حتى لله. حتى هذا التخصص يعني عرف قفزه نوعيه عرف في يعني في المده الاخيره الأصاب. في المده صحيح. الاخيره من حوالي قولي سنه ونصف عرف يعني قفزه نوعيه، والناس يعني حتى يعني جراحي مخ المخ والاعصاب يعني ابتداوا يعني يعني يهتموا بهذا الاختصاص. سبيسياليتي
بوسيبيليتي كي براتيك مورال الي با براتيكي دون سا دير سا دي في لي فوازان اللي معنا هنا يعني في جيراننا يعني تقريبا اكثر يعني عمليه جراحيه هي تقام هنا يعني حاليا في الجزائر. نعم. يعني العدد كبير من الامراض من المرضى اصبح يعني يتكفل بهما واخيرا مؤخرا هذه يعني ممكن بشرى ان نقولها لمرضى الباركنسون ان وزيره يعني وزاره الصحه يعني وزير الصحة كان عمل يعني بيان انه يعني الدولة الجزائرية راح تتكفل بشراء هذه البطاريات لمرضى يعني الباركنسون وتعود يعني تقنية الباركنسون كتقنية يعني القلب يعني المحفز نتاع القلب يعني يشبه كثير محفز اخرين راح تتكفل به الدولة وان شاء الله نجروا يعني عمليات اكثر ونخليوا هذا المرضى اللي راهم يعني في قائمة الانتظار راح نتكفلوا بهم ان شاء الله عن قريب باذن الله. صحيح. هذا المرض الحساس أيضا مرض الباركنسون نتحدث ربما عن الأسباب والأعراض وأيضا الفئة الأكثر عرضة هي يعني كما تقول الأخ يعني السيدة لمياء هو يصيب يعني فئة معينة تقريبا ما بين تقريبا نقولي بعد سن الخمسين من 55 وما فما فوق ولكن هناك يعني نحن يعني سكان البحر الأبيض المتوسط يعني ليزابيتون الميديتراني عندنا حالات يعني تكون كما نقولوا احنا كاين حالة الباركنسون بريكوس اللي يعني صغيرة جدا وهناك جوفينيل يعني اللي يكون مثلا حوالي يعني 35 حتى 45 سنة عندنا فئة كثيرة وحنا عندنا نسبة كثيرة تقريبا حوالي 50% من اللي عملنا لهم جراحة المخ والأعصاب اللي يعني محفز الباركنسون اللي ما بيعرف الدي بي اس اللي الديب برين ستيميليشن يعني اللي نحفزوا فيها يا إما يعني الاس تي ان ولا الجي بي اي ولا الفيم ولا يعني اللي نقوموا بها هذه لاحظنا اننا يعني نحن هنا هناك يعني تقريبا فئه يعني صغيره في السن نوعا ما اذا ما قرناها يعني بالاحصائيات المعموله لمرض الباركنسون. احنا عندنا في الجزائر هناك فئه شبانيه هي اللي يعني تسبب هذا المرض. الاسباب يعني ما فيش اسباب يعني معينه يعني ولكن يعني فيه ناس اللي مثلا هما اللي يكونوا يعملوا في حقل ويعني ويتعرضوا للمبيدات هذو يعني يكونوا اكثر عرضه لمرض الباركنسون. اما يعني تقولي ان هناك يعني سبب يعني مباشر لهدمنا ربما هناك تخوف يقول لك يقدر يكون سبب وراثي مثلا يعني شو هي وراثي كاين نوع اخر مثلا لاكوري دوينتينغتون. نعم. هذه وراثيه صح فعلا مثلا كاين السندروم باركنسونيا كما الملاكمين اللي تعرضوا لميكروتروماتيزم من هذا حاله اخرى. نحن اللي نقول لهم يعني بنقوموا بهم العمليات هما يعني مرض الباركنسون بالعربي الفرنسيه سي لا مالي دو باركنسون ايديوباتيك. نعم. واللي ما عندهاش اعراض ثانيه مثلا تكون عندها مثلا يوناتروفي يعني في كندور الرنين المغناطيسي ما تكونش عندها مثلا اضطرابات نفسيه دي مرض بسيكاتريك معها هذه اخرين. اما يعني الفئه الثانيه فهي لما نوصلوا يعني لسن معين هناك فئه معينه تكون معرضه يعني لهذا المرض ديجينيراتيف اللي هي تقريبا مرض الباركنسون هو ثاني مرض بعد مرض يعني الزايمر اللي يعني يقيس يعني الخلايا العصبيه وخلايا المخ. صحيح. كيف نعرف انه هذا الشخص يعاني من مرض الباركنسون او ما هي الاعراض الاولى ربما لهذا المرض؟ شوفي بالنسبه للتشخيص مرض الباركنسون يعني الفضل الاول يرجع لطبيب يعني الاعصاب اللي هو النورولوج. النورولوج احنا عندنا علاقه يعني يعني متينه مثلا عندنا في مستشفى مصطفى باشا السيده علي باشا اللي هي رئيسه مصلحه الاعصاب يعني نتعامل مع بعض وهناك يعني طبيبين الاستاذ السعدي والاستاذه بوعكاز يعني بيشتغلوا معنا ويعملوا العمليات معنا فهم يقوموا بالتشخيص. تشخيص مرض الباركنسون هو تشخيص كلينيكي يعني الدياغنوستيك ستان دياغنوستيك كلينيك اعراض صدر يعني اللي هي معروفه واعراض يعني باينه مثلا يبدا مثلا يقول لك راني ثقيل لا ريجيديتي يقول لك مانيش نمشي ونمشي بثقل تبدا يعني بطرف مثلا جهه هناك الكثير يخلط او ما يديرش الفرق ما بين ربما مرض الباركنسون ومرض ايضا الصرع ليبيليبسي يقول لك هل هناك علاقه بيناتهم؟ لا توجد علاقه لا توجد اطلاقا أي حلاقة. مرض الباركنسون له الحق انه يعني تكون عنده يعني ليبيليبسي اما نعملوا يعني مثلا نعملوا علاقه بين مرض الباركنسون
ومرض الصرع بما يعرف بالإبيليبسي لا توجد عندها. مرضين مختلفين. مرضان مختلفين. كما قلت لك يعني التشخيص تاع مرض الباركنسون يتم عن طريق أولا يعني طبيب الأعصاب وهو يعني اللي فيه يعني تقريبا معروف عنده مثلا لا ريجيديتي، عنده لا كينيزي، عنده يعني الرعش اللي هي لو ترومبلومون. لما يكون عنده المرض هذا يعني احنا عندنا كاينين ديزيشال وكاينين يعني هذه المرحلة الأولى للتشخيص. المرحلة الأولى للاكتشاف. المرحلة هذه المرحلة الأولى تكون متبوعة بما ما يعرف يعني بال سجين اون بيريود دو لون دو ميال، يعني تكون الأدوية فعالة. والأدوية هذه تكون فعالة في بداية المرض لحوالي 3 أو 4 سنين. تكون يعني المرض المريض يعود يعني يعود لحالته الطبيعيه. لماذا؟ لانه عنده نقص في ماده الدوبامين. فلما نعطوا له الدوبامين لما يعرف مثلا هو بالسينيمات والالدوبا والمودوبار هذول نمدوا له الاخرين يعود الاعراض تاعه تروح له ويعود عادي لما يعني يكون يتناول الادويه بصفه منتظمه. ولكن بعد 3 إلى 4 سنوات يبداو يجيو يعني المضاعفات الادويه ويعني والمشاكل تاع المرض اللي يكون يعرف اللي فلكتياسيون موتريس لي ديسكينيزي اللي هما يعني دي موفمو انورمو دي موفمو كوريو اتيتوزيك اللي يجيو لهذا المريض وتصبح حياته صعبه. في هذه المرحله يتم صدير الاستعانه بجراحه المخ والاعصاب لعمل يعني المحفزات. وتلاحظي يعني ان شاء الله في المره القادمه ان شاء الله نجيبوا لك يعني فيديوهات تشوفي من المريض قبل العمليه والمريض بعد العمليه. نحن في مصلحتنا بجراحه المخ والاعصاب يعني اللي هي تابعه للاستاذ جعفر الميلود اللي هو رئيس المصلحه يعني بالمستشفى يعني ومدنا يعني المساعده في التكفل بهذا المرضى ويعني يتكلم مع الاداره عشان المحفزات وعن خلينا ده يعني الحمد لله يتم التكفل. المره القادمه ان شاء الله راح نجيب لك ان شاء الله فيديوهات قبل العمليه وبعد اثناء العمليه وبعد العمليه ان شاء الله. طيب من هي ربما الفئه بالنسبه لمرضى الباركنسون اللي توجهوا للعلاج الجراحي؟ الفئه اللي يعني تتوجه اللي عندها هي قلت لك يعني مضاعفات الادويه. مثلا المرضى اللي يكونوا عندهم يعني حركات لا اراديه اللي هما الديسكينيزي هادو لازم صدير نمدوا لهم يعني المحفز العصبي ونعمل لهم جراحه. الفئه الثانيه مثلا اللي يعني هما احنا نقولوا باللغه يعني تاعنا لغه الاطباء هناك دي بريود اون وين المريض يكون مليح وهناك دي بريود اوف وين يكون المريض يعني في حاله غير جيده. احنا اذا شفنا باللي لا بريود اوف هذه تصبح اكثر من لا بيريود اون ولا بيريود اون هذه تكون صغيره فنقوم بعمليه الجراحه. لماذا؟ لاننا راح يعني نطول في هذا لا بيريود اون وننقص في البيريود اوف وننقص مضاعفات الادويه. هذه يعني وتشوف يعني المرضى يجي لك يعني في بعض الاحيان يقول لك انا ولدت من جديد يعني الحمد لله. لان يعني التكفل بمريض الباركنسون معاناه. نحن لا نتكلم عن معاناه المريض بحد ذاته وانما ايضا العائله. العائله يقول لك لانه تصبح شروطه اكثر ما نقدرش نتقلب على اليمين سدير حتى توفير العائله يعني العائله لا المحيط اللي يعني اللي يكون به يعني عنده معاناة كثيرة جدا كذلك. ويعني حتى هذه العملية الجراحية تفيد المرض المريض بحد ذاته وتفيد كذلك يعني العائلة ويعني وتحسي باللي انا مريض كنا نعمل عملية من مدينة بوجايا يعني نذكر حتى اسمه يعتبر كصديق يعني مذكور غيرنا حياته يعني قال لك انا كنت في حاله والان اصبحت في حاله ثانيه. يعني كانت عنده بنت يعني قدمت في شهاده البكالوريا وبنت قدمت الاخرى كذا كان لما عمل العمليه حد يتكفل بهم هو اللي ياخذوا منا وتحسي الفرحه حتى يعني في الوجه نتاعو بالنسبه لمرض الباركنسون. نعم. هل يمكن تفادي هذا المرض بروفيسور؟ يعني الوقايه او تفادي هذا المرض ما عندناش يعني الاسباب. يعني ممكن ننصح يعني الفلاحين هذو اللي يعملوا مع يعني هذه المبيدات الحشريه انهم يديروا يعني مثلا القناع وما يخلوش هذه المبيدات يعني يستنشقوها هما ولا هكذا. هذه الحاله تقريبا الوحيده. هناك قلت لك احنا نتكلم على يعني بالنسبه للجراحه على مرض الباركنسون لا مرض باركنسون ايديوباتيك. اما لو سيندروم باركنسونيا فهذا حاله ثانيه وتكم يتم التكفل بها عن طريق يعني طبيب الاعصاب. صحيح. بروفيسور نتحدث ايضا عن مستوى تحكم اطبائنا في التكنولوجيات الحديثه والذكاء الاصطناعي ايضا في المكان
المكننة أيضا المتوفرة على مستوى مستشفياتنا. لما نقول المكننة نقول أجهزة التصوير الشعاعي ثلاثية الأبعاد، رباعية الأبعاد، وعدة أيضا تحاليل جد متطورة. في المدة الأخيرة يعني كما لاحظت يعني تقريبا كل أقسام جراحة المخ والأعصاب كانت يعني تجهزوا بأجهزة جديدة. نحن مثلا مصلحة الأشعة عندنا برئاسة الأستاذ أميور يعني جاهم يعني الرنين المغناطيسي اللي يرام يعني تقريبا جهازين، هناك جهاز سكانر آخر يعني آخر ما يعني ما وجد يعني في في, 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 في الأجهزة يعني تقريبا مثلا إذا تكلمنا على جهاز لانورو نافيغاسيون اللي هي يعني تكون تواسي منها عندها يعني العديد من المصلحه يعني مصالح راهي مجهزه بها. نتكلم مثلا على مثلا مستشفى البوليده او مستشفى شرشال كما ذكرت، هناك مستشفى باب الواد نفس الشيء. نعم. يعني هناك تجهيز لهذه المصالح ويعني وهما يعني يريدون يعني التحكم كما قلت في هذه التقنيه. صح. التقنيه يعني ما تطلبش احنا لما تبدا مصلحه مثلا في جراحه المخ والاعصاب هناك يعني تفاهم بين يعني الطاقم الطبي مثلا اذا كان الاستاذ مرسلي مثلا في باب الواد. نعم. او الاستاذ بوعيطه في شرشال. نعم. ويعني يحب يعمل عمليه فنتلاقى ونتعاونوا يعني مع بعض، هو عمل بالتنسيق يعني. نعم. يعني في تنسيق وفي تفاهم كثير بين يعني رؤساء المصالح انه يعني اذا كان فريق يحتاج الى فريق فيكون هناك الاعانه يعني ما في مشكل بالنسبه. اذا عمل بالتنسيق يستدعي الى الحديث عن ربما اهميه التربصات واهميه ايضا تكوين الطاقم الطبي في هذا المجال للتحكم في ربما اخر التقنيات الحديثه التي توجد. بالفعل هذه يعني التربصات والتكوين مهم جدا. نحن يعني قبل ما نعملوا هذه العمليه يعني زمان يعني كنا رحنا بتربصات في المانيا، قمنا بتربصات كذلك في فرنسا، قمنا بتربصات في بلجيكا، يعني كنا نقوم يعني في يعني التكوين ويعني ونكون يعني مع الجراحين اللي يعني عندهم يعني تمكن من هذه العمليه، خذينا منهم يعني التجربه تاعهم وهذيك التجربه هي اللي نقلناها الى بلادنا. نحن كذلك يعني نلاحظوا بان عندنا العديد من الاطباء اللي يقومون يعني بتربصات خارج الوطن، يعني في مراكز اللي مختصه في مثلا في الفونكسيونال لا دي نورو سيرجوري يروحوا لتمايا المؤتمرات الطبيه. في المؤتمرات الطبيه يعني تكون هناك يكون مثلا عمل يعني ميداني لورك شوب. وانتم ايضا كنتم شاركتوا مؤخرا مشاركين. انا كان في عده مؤتمرات، كنت شارك في مؤتمر يعني ليبيا دوله ليبيا ايضا. انا كان عندي يعني مناسبه ورحت يعني الاخوه الليبيين كانوا يعني يعني قدموا لنا دعوه يعني للمشاركه والتكلم على جراحه المخ والاعصاب خاصه في ميدان الباركنسون، وكانت يعني استقبال يعني جيد وتبادلنا يعني الاراء، وكان يعني وعد منهم ومنا اننا يعني تكون فريق طبي راح يروح ان شاء الله ليبيا حتى يعني يبدا هذه التقنيه عندهم. في رحنا يعني الى مصراته، كان يعني الصديق هو رئيس المصلحه هو اللي يعني مع رئيس الجمعيه الليبيه اللي يقدم لنا هكذا، وكنا يعني قلنا بلي راح يكون في تنسيق ان شاء الله بين البلدين. وبالتالي هناك تجارب ايضا واعده على مستوى مستشفياتنا لعلاج مرض الشلل الرعاج كما يسمى الباركنسون بالجزائر. فعلا قلت لك مثلا اذا تكلمنا مثلا على البوليده الاستاذ ليبا يعني دوكا عنده كامل الاجهزه اللازمه لهذه الجراحه، وكان يعني وعدنا باللي ان شاء الله يعني مع الدخول يعني المدرسي الجديد هذا في حول ان شاء الله في شهر سبتمبر ان شاء الله راح تكون يعني العمليات نتاع الباركنسون تجري في مدينه البوليده. كاين كذلك شرشال هم قاموا يعني بعمليات يعني من حوالي 3 شهور وراح ان شاء الله يبداوا يعني كذلك يعني تكون هناك يعني كونتينيتي مع الاستاذ بوعيطه ان شاء الله في شهر سبتمبر باذن الله راح يعني كاين هناك وهران مع الاستاذ بلبنا كذلك كانوا قال بلي يعني ان شاء الله كان عمل عمليه هو من حوالي من كم سنه وهذه المره راح كذلك يعني يبتدي. كذلك هناك تلمسان كان يعني شراوا التقنيه يعني الأجهزة هذه لازمة وراح يبدأ كذلك تما كان الأستاذ سي صابر تما وقلنا كان الأستاذ بوعزيز في عنابة. نعم. كذلك يعني تكلم معايا. نعم. وقال لي راح نبدأ إن شاء الله هذه التقنية الجديدة وتكون يعني تنسيق من بيننا
قلت بالفرح والسرور، وان شاء الله يعني راح تعم كامل يعني الوطن، ونتكفلوا بمرضانا هذونا اللي راهم نشوف فيهم يعني روح الاماكن اخرى قدامنا. وبعدين يعني تقريبا لو سويفي اللي مال في ما يعني اللي با بيان في يعني لو ريغلاج نتاع هذه الاجهزه ما راح يكون جيد لما يعملوا عمليه في امريكا في يعني خارج الوطن أخرى. فراهم يجوا لعندنا حاليا هاد المرضى، ورانا نتكفلوا بهم ان شاء الله جميعا. وعندي تقريبا حوالي 5 أو 6 مرضى اللي عملوا عمليات اخرى واضطرينا ان نغيروا لهم البطاريات اللي ما كانتش يعني بطاريات اللي لازمه، وكذلك يعني لاجستومون يعني دي بارامتر دو ستيميلاتور حنا رانا نغيروا فيهم ونمسوا فيهم ان شاء الله. وراح حنا مهمتنا اننا المريض الجزائري اللي يعاني من مرض الرعاش راح نتكفلوا به كما يجب ان شاء الله. طرحته هنا على مستوى مستشفياتنا. بروفيسور جنان، هل مرض الباركنسون هو مرض مزمن؟ فعلاً. هل يصنف من ضمن الأمراض المزمنة؟ شوفي، هذه يعني أنا بهذه المناسبة يعني مرض الباركنسون هو مرض مزمن لا جدال في هذا. ولكن أنا يعني بهذا يعني المناسبة كان التكفل بمرض الباركنسون كان يتم عن طريق طبيب الأعصاب. أما الآن فجراح المخ والأعصاب يتكفل كذلك بمرض الباركنسون. فيه بعض الأدوية اللي مثلا احنا يعني لاكناس نتاعنا يعني تتطلب انه يكون مثلا اللي يعمل يعني الوصفه يكون طبيب الاعصاب. احنا نقول لهم دوكا بهذه المناسبه طبيب جراح المخ والاعصاب راه دوكا يتكفل بمرض الباركنسون اللي هو الان لا يعتبر فقط يعني مرض اكلينيكي، ولكن الجراحه كمان تتكفل به كما الكيبنيرول مثلا. هذه يعني ميديكامون اللي يمدوه الاخرين هذونا لما يمدوا طبيب جراح المخ والاعصاب. انا نفضل يعني ونتمنى ان شاء الله ان الاكناس راح تكفل بهم ان شاء الله. في الختام بروفيسور، ربما كلمه ختاميه بالنسبه للمرضى وخاصه لعائله المريض. أنا نقول لهم يعني فيه يعني تفاؤل، وإحنا متفائلين كتير، وعندنا يعني نوع من الإرادة اللي حابين باش إن شاء الله نتكفلوا بهذا المرضى إن شاء الله. ونقول لهم باللي يعني معاناتكم اللي راكم تعانوا منها راح تكونها إن شاء الله يعني حد في عن قريب ان شاء الله، بالك بحلول شهر سبتمبر ان شاء الله. راح نتكفل بهذا المرضى كلهم، خاصه مع يعني ظهور مصالح اخرى اللي راح تكفل بهذا المرض ان شاء الله. وتعني وراح نقلل من معاناه المريض، وخاصه كما قلت لك معاناه العائله والانتوراج ومحيط المريض ايضا إن شاء الله. جيد، شكرا جزيلا لكم بروفيسور الاخضر جنان، وذكر اخصائي في جراحه المخ والاعصاب بمستشفى مصطفى باشا. شكرا جزيلا على هذه الاستضافة وقبول أيضا الدعوة. يعني أنا شكري أكثر يعني قلت كامل طاقم هذا الصباح، وخاصة جزيلا. السيدة لميا على يعني جزيلا. تمكنها وعلى حفاوتها وعلى حسن الاستقبال، يعني هذا يحفزنا أنك يعني لما تنادينا نكون حاضرين إن شاء الله. مرحبا بك بروفيسور. شكرا جزيلا. إذا مشاهدينا فاصل ثم لنا عودة. مع مطلع يوم كامل من الأحداث. إلى موضوع آخر مشاهدينا، إلى جديد الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، والحديث عن الآليات كما ذكرنا الجديدة المتعلقة بحماية معطيات المؤمنين، المعطيات الشخصية خاصة. للحديث أكثر في الموضوع أسعد باستضافة السيد جغري عبد الحفيد، المدير المركزي للأداءات بالمديرية العامة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعي للعمال الأجراء لكناس. أهلا بك سيدي وشكرا لتلبية الدعوة. أهلا بك سيدتي وشكرا على الدعوة. شكرا جزيلا. إذن سيد جغري، بداية الحديث حول الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعي للعمال الأجراء، التأمين العالي للأنظمة المعلوماتية والمؤمنين اجتماعيا. شكرا، هو موضوع عام جدا. صحيح. ولكن التأمين يكمن في وجود قاعدة. صحيح. واليوم يعني هيئة الضمان الاجتماعي بصفة كمنظمة عندها القناعة باللي باش نحسنوا الأداءات ونرقيوا من الخدمة للمواطن، واجب علينا باش ندمجوا الآليات العصرية من هي الرقمنة وخدمات الإلكترونية. هذا لهدفين. الهدف الأول هو خلق فضاء
تواصل صحيح. بين المؤمنين المستفيدين وهيئة الضمان الاجتماعي وإعطاء الفرصة لاجتناب للمؤمنين الاجتماعيين عناء التنقل للمصالح. وهنا فائدة كبيرة للشخص وللاقتصاد بحكم أن التنقل في أغلب الأحيان المصالح تاعنا ينجر عليه يعني غياب عن العمل وعناء للشخص بذاته بحكم أنه لازم باش يتنقل صح. يستعمل الآلية تاعو سواء السيارة وعنده مشكل باش يتنقل ربما أو يصير مصاريف للتنقل بغض النظر على تعب الانتظار في الشباك. دونك القناعة يعني الموجودة اليوم وهي قوية جدا أن العصرنة وتحسين الخدمة يكمن ومرهون بإدماج هذه الميكانيزمات العصرية للأهداف هذه اللي تكلمت عليها. هذه المعطيات هي حقيقة معطيات شخصية نعم. واجب علينا. هناك آليات اليوم ومسؤولين كبار وعندهم الكفاءة اللازمة باش يحميوا هذه الأنظمة ضد الاستعمال غير قانوني وحتى القانوني يحتم على هيئة الضمان الاجتماعي باش تعمل ميكانيزمات لحفاظ على هذه المعطيات الشخصية. والضمان أيضا الاجتماعي كما ذكرتم هو طور أيضا المنظومة الإلكترونية خاصة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين أيضا. أكيد اليوم هناك فضاءات قلت بلي تطور عصرنا النظام مرهون بهذه الآليات. اليوم هناك آليات عديدة منها اللي تفيد المؤمن وهي الهناء. منصة نفصل أكثر في منصة الهناء منصة حتى المواطن تكون عنده المشاهد الكريم تكون عنده أكثر فكرة. هي منصة اللي تسمح المؤمن باش يتواصل نعطيك طلب بطاقة شفاء مثلا اللي كان بكري لازم يدفعها في الشباك او عن طريق رب العمل تاعو نعم. اليوم ممكن جدا من 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 البيت تاعو انه يطلب هذه البطاقه مباشره للمصالح بالولوج الى ربما منصه الهناء بوجود منصه الهناء نعم. هذوما المصالح اللي تسمح لها. كذلك فيما يخص العطل المرضيه اليوم قادر المؤمن الاجتماعي وفي الحاله الصحيه تاعو ما تسمحلوش باش يتنقل باش يدير التصريح تاعو لدى هيئه الضمان الاجتماعي مباشره على من طرف هذه البوابه الخاصه بهنا. عندما يحتاج لمعرفه معطيات تخصه فيما يخص نسبه التكفل او ذوي الحقوق اللي راهم مسجلين معاه ممكن جدا ان يحصل على هذه المعلومات عن طرف هذا الفضاء. دونك كل هذه الخدمات هي تصب في خانه رفع الاداءات للمستوى اللي اليوم يحتم هذا العصر اللي سمح للمؤمن الاجتماعي باش يتناول هذه الحاجات تاعو. اليوم الحاجات فيما يخص الضمان الاجتماعي كثيره جدا باسكو اليوم حتى واحد ما هو في مأمن صح. من الخطر الاجتماعيه. دونك الدور تاعنا هو العمل الدائم لإدخال هذه الميكانيزمات لتسهيل الحياة للمؤمن الاجتماعي. وهذه هي أيضا هي خدمات إلكترونية متوفرة عبر كما ذكرنا منصة الهناء لتسجيل أيضا عملية الانخراط أيضا في الصندوق. أكيد هذه العملية موجهة لأرباب العمل. فيما يخص كان فضاء آخر مخصص لأرباب العمل بالنسبة للخدمات الأولى هي موجهة للعمال الأجراء اللي راهم ديجا منخرطين في النظام الاجتماعي. أما فيما يخص أرباب العمل فيما يخص التصريحات بالعمال الجدد أو بتصريحات الأجور تاعهم عندهم فضاء خاص بهم اللي يسمح لهم باش يقوموا بهذه التصريحات بدون أي تعب ويتفادوا العناء تاع تقدم المصالح تاعنا. المصالح تاعنا الفائده هي فائده كبيره بحكم ان الطاقات اللي كانت من قبل تسخر لاستيعاب كل هذه الطلبات راح نستعملوها لاعمال اخرى اللي راح تسمح لنا باش نطوروا احسن المنظومه الضمان الاجتماعي. نعم. عندك اضافه ربما؟ عندي نعم تفضل تفضل. فيما يخص المؤمنين الاجتماعيين نعم. قلت حتى
شهاده الاداءات، شهاده الانتساب اللي راه اليوم راهي مطلوبه من بعض الادارات فيما يخص الوضعيه تاع المؤمن. قادر المؤمن الاجتماعي يطلبها مباشره من هذا الفضاء، من هذه المنصه. هناك اعمال اخرى ان شاء الله من الدخول الاجتماعي خيكون خدمات اخرى، خدمات اخرى ستقدم من خلال هذه المنصه، خلال هذه المنصه، وهي تخص بطلب المنحه العائليه، طلب شهاده الاستفاده من ريع او من العجز. وهذه الخدمات ان شاء الله راح تحسن هذا التواصل وهذه الوضعيه اللي سمح دائما للمؤمن الاجتماعي باش يكون في اريحيه عندما يتعامل مع مصالح الضمان الاجتماعي. نعم نعم، هذا هو الهدف الاسمى. صحيح. هل نرتقب ايضا وهذه العمليه، عمليه الولوج الى منصه هنا، هي عمليه بالمجان ويستطيع اي واحد، اي مواطن، الولوج والانتساب والاستفاده من مختلف الخدمات الالكترونيه؟ الارقام تدل على ذلك. صحيح. اليوم سجلنا اكثر من 3,400,000 مؤمن مستفيد اللي عنده حساب خاص به في هذا المجال واللي يسمح له باش يتواصل. يعني كل منتسب من شروط الانتساب هي يكون عنده حساب خاص. كل منتسب اليوم عنده الحق باش يستفاد من مختلف الخدمات. يستفاد الخدمات شرط ان على في سواء في الكمبيوتر او في الهاتف الذكي، الهاتف النقال. نعم. باش يجيب التطبيق ويطلب، وعنده رقم خاص به اللي راح يعني له. يجب تحميل التطبيق اولا، لازم تحميل على مستوى اولا التطبيق. نعم، بلاي ستور. بلاي ستور، وهذا يسمح له للجوء لهذه المنصه بعد التعرف عليه واعطاء رقم خاص به اللي راح يسمح له باش يحافظ على المعطيات تاعو، ويكون هو الوحيد اللي قادر يطلع على هذه المعطيات اللي تخصه كمعطيات اداريه او طبيه. وبالتالي هي معلومات شخصيه، معطيات شخصيه، رقم سري. نتحدث ايضا سيد جغري عن ربما اليات حمايه هذه المعلومات الشخصيه للمؤمنين. هي اليوم القوانين تفرض علينا كاداره عموميه باش نحميو في ظل كل الاختراقات التي نعيشها. فيها اخطار كبيره. صحيح. جدا. صحيح. وممكن يعني حتى منظومه ما هي في مامن من هذه الاخطار. دوك العمل الدائم تاعنا وبفضل يعني الاختصاصيين اللي موجودين على مستوى القطاع اللي يعملوا يعني بصفه دائمه على حمايه النظام وتفادي خروقات اللي ممكن جدا ان اليوم ما سجلناش يعني حتى الان الحمد لله. لله. وان شاء الله ندير ثقه كبيره في الاختصاصيين تاعنا في التقنيين، وهي مجهودات جباره يقوم بها مختلف اللي قاموا بحكم. نعم. انهم هما اللي نظموا النظام، هما اللي داروا الاليات، هما اللي قادرين باش يحميوها بصفه يعني كليه. وبالتالي نتحدث ايضا عن القفزه النوعيه والرقميه ل كما ذكرنا الصندوق الوطني للتامينات الاجتماعيه للعمال الاجراء الاكناس، من خلال رقمنه كل القطاع، من خلال رقمنه الخدمات المقدمه للمؤمنين. كما قلت يعني لو قارنوها بربما سنوات من قبل، ان كل شخص اليوم نعم معرض لاخطار، وخاصه هذا شيء طبيعي يعني. دونك كل شخص يريد ان يكون عنده نظام ليحميه بصفه يعني قويه، وفي اطار تسهيلات يعني بدون ما يكون فيه اتعاب. دونك القناعه تاعنا ان تطور نظام الضمان الاجتماعي بغض النظر عن تطور الاداءات يكمن في تطور او عصرنه وادخال بصفه يعني جذريه وشامله الرقمنه في المعاملات. رقمنه مما تكتسيه ب يعني مزايا للمؤمن. صحيح. وكذلك لتحسين تسيير نظام الضمان الاجتماعي. اليوم نعطيك نسجلوا اكثر من 75 مليون وصفه طبيه كل سنه يتعوض بدون بغض النظر على الاداءات الاخرى. اكثر من 120 مليون معامله. هذا الكم الهائل من المعلومات لازم تكون فيه ارضيه رقميه باش اولا ندمجوها وتكون عندنا تسيير شامل ومعرفه شامله
لدابورد متطلبات المؤمنين وكذلك الواجبات فيما يخص تطور الآليات التسيير تاعنا. هذه اليوم القناعة تاعنا في إطار استراتيجية رقمنة نظام الضمان الاجتماعي وخاصة على مستوى صندوق الوطني للتنمية الاجتماعية والمؤجرة وكذلك كل صناديق التابعة للقطاع. نعم. هذه استراتيجية اللي تبعها القطاع وهذه حتمية وواجب علينا باش نقوموا بها بصفة يعني جدية ولازم ننجحوا. صحيح. لان النظام الضمان الاجتماعي هو اليوم اساسي في الحياه تاع المواطن والمؤمن الاجتماعي. صحيح. واساسي كذلك في الحلقه الاقتصاديه تاع البلاد. صحيح صحيح. ايضا نتحدث عن ربما جديد ايضا بطاقه الشفاء الجديده. هذا اكيد تطور لازم. بدينا في 2006 مع بطاقة الشفاء الاولى واللي سمحت للمؤمن الاجتماعي باش تحسين البطاقة الاولى الكلاسيكية يعني. نعم. بطاقة الشفاء الاولى اللي كانت هي الركيزة اللي سمحت لنا اليوم باش نجوزوا للشفاء الثاني. نعم. هذه فيما يخص التطور بصفة هذه تدريجية وبصفة يعني درجة بدرجة. بطاقة الشفاء الاولى سمحت للنظام الضمان الاجتماعي بقفزة نوعية يعني كبيرة. الشفاء اثنين بحكم التجربة راح تسمح كذلك تحسين هذه الأداءات وخاصة فيما يخص التسيير الداخلي بحكم أن البطاقة الشفاء اثنين نفس الامتيازات بالنسبة للمؤمن الاجتماعي ما فيش يعني اريحيه اكثر ولكن هناك ادماج معطيات جديده لتسمح لهيئه الضمان الاجتماعي باش تطور احسن التسيير تاعها بتجربه اللي جابتها بطاقه الشفاء. نعم. الاولى. الاولى نعم، وبالتالي ما هي مختلف هذه الامتيازات لو نقارنوها ربما ببطاقه الشفاء الاولى؟ بخصوص المؤمن الاجتماعي ما فيش يعني فيها استعمالها لدى الاختصاصيين الصحة عند الصيادلة بدون أي تعب. في بطاقة الشفاء اثنين استوعب طاقة الاستيعاب تاع الآخر مختلفة بحكم اليوم ممكن تسجيل اكثر من 400 دواء وهذا راح يسمح للاختصاصيين الصحه باش تكون عندهم نظره على الحاله الصحيه تاع المؤمن الاجتماعي في اطار كل واحد في حدود ما تسمح به الهيئه تاعو باش تكون عنده نظره على الحاله الصحيه للمؤمن الاجتماعي مباشره في اطار المعطيات الموجوده على مستوى بطاقة شفاء اثنين. صحيح صحيح. فيها كذلك معطيات فيما يخص حماية ضد لي زاتاك اون كونت استعمالها بصفة غير غير شرعية. نعم. هذا تستفاد بها خاصة لمصالح صندوق الضمان الاجتماعي. ففي المؤمن الاجتماعي نفس الامتيازات وبالنسبة عندما طبقنا الشفاء اثنين رفعنا نسبة التكفل للمؤمن الاجتماعيين لغير أمراض مزمنة. صحيح. فيما يخص المستوى تاع الملفات التعويض. هذول الامتيازات اللي جابتها ولكن فيه امتيازات أخرى تقنية اللي تخص الأمن تاع المعطيات والأمن تاع النظام بصفة كلية. جيد. وبالتالي دائما نقول انها يعني افاق وهذه الانظمه الالكترونيه وهي حمايه دائما نعودها حمايه المعلومات الشخصيه للمؤمنين عن طريق ربما عده تقنيات وهذا بصواعد تقنيين جزائريين. وبالمناسبه هذه نشكرهم وكل العوان الضمان الاجتماعي يعني يثقوا فيهم وبفضلهم هذه التطورات كانت بفضلهم وان شاء الله راح نمشوا في هذا الاخر لومبيسيون تاعنا يعني الهدف تاعنا الاراده والرغبه تاعنا هي تطوير منظومه الضمان الاجتماعي بصفه يعني تتماشى
مع الوقت ومع متطلعات وطلبات المؤمن الاجتماعيين نعم. المستفيدين الأولين. نعم نعم. وبالتالي نتحدث أيضا عن المديرية وأداءات المديرية العامة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعي للعمال الأجراء الأكناس، نتحدث ربما عن الدورات التكوينية المقدمة للعامل البشري أيضا للتحكم أكثر في هذه التقنيات الإلكترونية والرقمية خاصة. أكيد بحكم أن اليوم القانون يحتم علينا تكريس نسبة مئوية من الأمار السلاريال للتكوين الأعوان. اليوم التكوين هو محور أساسي في تطور خدمات الضمان الاجتماعي في المؤسسات أو الإدارات العمومية. العامل الوحيد للرقي هو العامل الإنساني. العامل الإنساني لازم تكون عنده تكون فيه استراتيجية لإدماجه في المشروع المجتمع. وهذا العامل في الأكناس في الصندوق الوطني يعني نقوم به بصفة يعني بيسك فيها دوريات تكوينية في كل الاختصاصات سواء في الإعلام الآلي ولا في مصلحة الأداءات وحتى فيما يخص التحصيل، لأن التكوين هو عامل أساسي لرفع من الأداءات تاع المؤسسة، وهذه هي القناعة تاعنا. وهذا هو الهدف، هو الارتقاء بربما الخدمات العمومية المقدمة للمواطن والرقي بالصحة العامة للمواطن الجزائري أكيد. من خلال الخدمات الناجعة. ودائما نعود نرجع للآليات، آليات حماية. نعرفوا باللي اليوم كان في مرحلة انتقالية صحيح. في الجزائر وبائية وحتى ديموغرافية. صحيح. اليوم 45 مليون جزائري، اكثر من 30 مليون مستفيد اليوم، والطموح تاعنا انه نوسعوا المستفيدين باش تكون ان شاء الله كل الجزائريين يستفادوا من نظام الضمان الاجتماعي اللي يخدمهم، والمواطن والانسان فيما يخص الصحه الطلب تاعه هو دائم. صحيح. وبسبب هذه المرحله الانتقاليه الطلبات راح تكون تزيد اكثر، دونك على مصلحه الضمان الاجتماعي توجد نفسها والاليات التسيير تاعها باش تتجاوب مع هالطلبات بصفه يعني مرضيه للمواطن ومرضيه للمؤسسه اللي نمثلها ان شاء الله. جيد، شكرا جزيلا لكم السيد جغري عبد الحفيظ على كل هذه المعلومات. أذكر المدير المركزي للأداءات بالمديرية العامة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء الأكناس. شكرا جزيلا لقبول الدعوة سيدي. شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا فاصل ثم لنعود مع إشراف الجزائر. هذا الصباح مطلع يوم كامل من الأحداث. إلى موضوع آخر، إلى ملف آخر، إلى ملف الأمن والسلامة المرورية. وموضوعنا اليوم حول أهمية التحسيس بمخاطر الحوادث التي تمس نقل البضائع وخاصة المواد الخطيرة ونحن في فصل الصيف. للحديث أكثر في الموضوع أسعد باستضافة السيدة فاطمة خلاف المكلفة بالإعلام والاتصال بالمندوبية الوطني للأمن في الطرق. أهلا بك سيدتي وشكرا لتلبية الدعوة. شكرا جزيلا على الاستضافة لميا، أصبح الخير لكل من يشاهدنا ويتابعنا هذا اليوم. شكرا جزيلا السيدة خلاف. إذن كما ذكرنا التحسيس بربما مخاطر الحوادث التي تمس كما ذكرت نقل البضائع والمواد الخطيرة خاصة في ظل هذا الارتفاع المحسوس لدرجات الحرارة، لو ربما نشرح ما هي هذه المواد الخطيرة؟ والله أولا لم يقبل ما نتحدث عن المواد الخطيرة نتحدث على نقل البضائع بصفة عامة. نحن نعلم أنه اليوم الحمد لله يعني كل المدن تاعنا عندها نشاط اقتصادي واقتصادي كبير، نشاط تجاري، هناك نقل للبضائع بمختلف أصنافها ومختلف أنواعها. لكن لما يتورطوا هذا الصنف من المركبات، يعني هم مركبات من الوزن الثقيل صحيح. أغلبيتهم ويكونوا ناقلين كمية، خاصة إذا كانت كمية معتبرة من البضائع، فهذا راح يزيد من وزن الحمولة. وبالتالي لما يتورطوا في حوادث المرور للأسف هذه الحوادث تكون حوادث مأساوية، سواء بالنسبة لسائق هذه المركبة أو بالنسبة للسائقين اللي كانوا في الطريق وتورطوا معه في هذا الحادث.
وفي غالب الحالات تكون يعني حصيلة، يكون هناك حادث مرور جسماني للأسف الشديد وسقوط ضحايا سواء القتلى أو الجرحى. لذلك نحن في مجال التوعية والتحسيس هذا الصنف من المركبات نخصوا لهم فضاء ونخصوا لهم يعني حيز كبير لأنهم يأثروا على السلامة والأمن المروريين في حالة عدم أخذ تدابير الحيطة والحذر. ربما الشيء اللي يخلي أنه هذا الصنف من المركبات يتورطوا في الحوادث هو أولا عدم احترام قواعد وتدابير قواعد وقوانين المرور، وثانيا تدابير نقل البضائع. وعندما لا نحترم تدابير نقل البضائع الأكيد أنه هذا راح يأثر من ناحيتين، راح يأثر أولا على المركبة، يعني راح يخلي المركبة في عدم توازن خاصة إذا كانت الحمولة فوق هو الحمولة المسموح بها من جهة، ومن جهة ثانية كان توزيع الحمولة غير سوي غير سليم، ارتفاع الحمولة اللي يقدر يأثر للأسف الشديد على المنشآت القاعدية مثلا الجسور، الطريق الجسور أكيد الطريق مرتبط بوزن الحمولة، لكن ارتفاع الحمولة مرتبط بارتفاع الجسور. والسائق لما ما يكونش يعرف المسار اللي راهو رايح ليه وما يعرفش ارتفاع الجسور اللي راح يمر عليها أو الأنفاق اللي راح يمر عليها، الأكيد أنه الحمولة لما يكون ارتفاعها يعني فوق المسموح به راح يأثر على المنشآت القاعدية وخاصة الجسور، وكثير ما شاهدنا يعني للأسف الشديد أنه هناك جسور تتأثر وكذلك يؤدي إلى وقوع حادث مرور وسقوط الحمولة، وكثير ما سقطت هذه الحمولة على باقي المركبات وين وقعوا للأسف الشديد ضحايا من الوفيات. إذن يجب الانتباه أولا إلى هذا الأمر، ثم ثانيا أنه لما تكون هذه الحمولة فوق ما هو مسموح بها وخاصة ونحن في فصل الصيف لميا، يعني السائق أصلا راهم يعني يتأثر بدرجة الحرارة، يتأثر بهذا المناخ، وبالتالي المناخ اللي ربما يسبب نوع من الإرهاق ونوع من التعب، ولما تكون المركبة عندها حمولة فوق ما هو مسموح بها راح يخليه يشعر بتعب أكبر في قيادة هذه المركبة وفي التحكم خاصة في هذه المركبة، خاصة إذا لقى خطر مفاجئ. وهنا مسافة الأمان نحن ومسافة التوقف يعني لا ديستانس داغي، مسافة التوقف اللي راح تزيد كلما زادت الحمولة، لذلك حذاري وحذاري، هذا شيء مهم ومهم جدا. نروح للسؤال ديالك الآن لميا فيما يخص المواد الخطيرة. المواد الخطيرة عندها خصوصيات، عندها خصوصيات وعندها قوانين صارمة يعني تأطرها وتربطها لأنها متعلقة بالسلامة، متعلقة بسلامة الأشخاص والأرواح، متعلقة بسلامة الممتلكات، ومتعلقة بسلامة البيئة. المواد الخطيرة هي عدة أصناف، هناك ما هو صلب، هناك ما هو سائل، هناك ما هو مفقود، هناك ما هو غاز مميع، إذن هي عدة أصناف يتم نقلها بصفة يومية عبر طرقاتنا لتلبية احتياجات المواطنين، لكن في المقابل يجب احترام تدابير وقوانين الصارمة التي تؤطر وتربط استغلال مثل هذا المنتجات في النقل. نتحدث أولا عن أهمية، قبل ما نتحدث على المادة نتحدث على مراقبة المركبة، مركبة هذه اللي تنقل هذا الصنف من التي تنقل هذه المواد الخطيرة تحتاج إلى مراقبة صارمة بصفة يومية ودورية، خاصة فيما يتعلق بالأسلاك الكهربائية، أنظمتها، المحرك، الفرامل، الحاويات التي تنقل مثل هذه المواد، ضرورة أنها ما تكونش فيها أي تسربات، يعني على أعلى قمة من الصرامة والدقة والمراقبة، لأنها تتعلق بنقل مواد قابلة للتفجير، مواد قابلة للالتهاب، وأهمية وضع إشارة نوع المادة المنقولة على الحاوية أو على المركبة لإعلام مستعملي الطريق بخطورة هذه المادة وبما يمكن أن تسببه هذه المادة من مخاطر، لأنه ليس فقط وعي
سائق او الذي ينقل هذه النوع هذا النوع من المنتجات، حتى المركبات ايضا المحيطه بهذه المركبات المحيطه. صحيح. اهميه عدم مثلا التدخين ورمي سيجاره بالقرب من هذه المركبات، اي مصدر للهب ممكن ان يثير انفجار او يعرض هذه المركبات للخطر يجب تفاديه، وهذا وعي يجب ان يكون منتشر، وثقافه يجب ان تكون مغروسه لدى كل السائقين للمساهمة من في حماية أولا هذا النوع من المركبات، وعدم التسبب من ناحية أخرى في حادث مرور قد يكون حادث مرور مأساوي. إذا تحدثنا عن أهمية مراقبة المركبة، أهمية عدم الخلط بين المواد الخطيرة المنقولة، يعني كل مادة منقولة يجب تستطيع أن تتفاعل أكيد فيما بينها أكيد تتفاعل من جراء الارتفاع المحسوس لدرجات الحرارة. الحرارة صحيح. هذا النوع من المنتجات لم يجب أن يكون محمول في ظروف مدروسة، جد مدروسة ودقيقة، يعني هذه المنتجات يجب أن تكون محمولة ومضغوطة في ومعلبة في ظروف تتحمل الحرارة، تتحمل الضغط، تتحمل الاهتزازات، تتحمل الظروف المناخية الخارجية وحتى الفجائية. لذلك الوقوف والسهر على الصرامة في نقل هذه المنتجات مهم ومهم جدا. وماذا عن سائق أيضا هذه ربما المواد الخطيرة؟ سائق المواد الخطيرة أكيد أنه مكون تكوين خاص يستجيب للمعايير المعمول بها في نقل مثل هذه المنتجات، لكن ربما الذي يحتاج له هذا السائق ليس فقط معرفة خصوصيات المنتجات التي ينقلها والبضائع التي ينقلها، ولكن من ناحية ثانية احترام قواعد وقوانين المرور، خاصة فيما يتعلق بالسرعة المحددة. يجب معرفة أن السرعة المحددة المرخص بها لهذا الصنف من المركبات هو الأقل مقارنة بباقي أصناف المركبات، حتى من مركبات الوزن الثقيل الأخرى. أعطي مثال فقط، بالنسبة لمركبات نقل المواد الخطيرة في الطريق السيارة هي يجب أن لا تتعدى 70 كيلومتر في الساعة، خارج المجمعات السكانية لا تتعدى 60 كيلومتر في الساعة، داخل المجمعات السكانية لا تتعدى 30 كيلومتر في الساعة. وفي حالة على الأنفاق أيضا كذلك يجب تخفيض السرعة، هذا ما راح نقوله، يجب تخفيض السرعة في بعض الظروف وبعض الحالات، يعني هذه السرعات المحددة في الحالات العادية في الطرق العادية، لكن في بعض الحالات كما قلت في الألفاق، في حالة وجود ظروف جوية سيئة، في حالة انعدام الرؤية، في حالة انزلاق قارعة الطريق، هنا يجب تخفيض السرعة ب 10-20 كيلومتر في الساعة، يعني نخفض السرعة بحيث هنا تولي السلطة التقدمية للسائق، لأن الظروف في الطريق متعددة والمخاطر يمكن أن تكون فجائية، وبالتالي السلطة التقديرية للسائق يخفض السرعة عن التي تحدثت عنها ب10-20 كيلومتر في الساعة، لأنه ينقل متفجرات وينقل مواد سريعة الالتهاب، وبالتالي بخطأ بسيط بمناورة نقدر نقول خفيفة لكن يمكن أن تؤدي إلى صحيح. كارثة، ليس فقط صحيح. كارثة بحادث مرور صحيح. ولكن حتى كارثة بيئية. وللحديث بقية سيدة خلاف، لكن مشاهدينا ننتقل بكم إلى قسم الأخبار وموجز لأهم الأنباء من تقديم الزميلة إذا نجوى عبد العزيز. نجوى صباح النور إليك الخط. صباح الخير لميا، صباح الخير مشاهدينا الكرام، ألقاكم بعد الفاصل. شكرا لك نجوى. إذا مشاهدينا أهلا بكم في الساعة الثانية من عمر البرنامج، ومواصلة إلى ملف أقول الأمن والسلامة المرورية كما ذكرنا، والتحسيس بمخاطر الحوادث التي تمس نقل البضائع وكذا المواد الخطيرة في فصل الصيف. أذكر بضيفتي السيدة فاطمة خلاف المكلفة بالإعلام والاتصال بالمندوبية الوطنية للأمن في الطرق. إذن كان الحديث حول أهمية التحسيس بمخاطر الحوادث التي تمس نقل البضائع الخطيرة، خاصة في ظل الارتفاع المحسوس لدرجات الحرارة. الحملة التحسيسية والتوعية التي كانت بالتنسيق مع قطاعات أخرى، أكثر تفاصيل.
صحيح لميا، المندوبية الوطنية للأمن في الطرق هذه السنة يعني كما سبق وذكرنا أنه نظمنا حملة تحسيسية للوقاية من حوادث المرور خلال موسم الاصطياف بداية من 1 جويلية، وكانت بالشراكة مع شركة نفطال، واستغلينا هذه الفرصة من أجل توعية وتحسيس عمال الشركة خاصة سائقي يعني المركبات التي تنقل المواد الخطيرة بأهمية تدابير السلامة وتدابير الوقاية واستباق المخاطر والسياقة الدفاعية لتفادي حوادث المرور، ترقية الوعي المروري. نظن أنه مهم جدا خاصة من فترة إلى أخرى، سواء بالنسبة لعموم السائقين أو حتى السائقين المحترفين، يعني السائق المحترف اللي هو قدوة لباقي السائقين، قدوة في التقيد والالتزام بقواعد وقوانين المرور، قدوة في صيانة ومراقبة والحفاظ على المركبة وعلى صلاحيتها وعلى جودتها للسير واستعمال الطرقات، وقدوة كذلك في ربما نقل الرسالة، وبدوره يكون ناقل لرسالة تحسيسية سواء لزملائه أو لباقي مستعملي الطرقات. إذن التوعية والتحسيس هي مهمة يجب أن تكون مشتركة ونتقاسمها جميعا من أجل وضع حد لهذه الظاهرة، ظاهرة حوادث المرور. لم يكن طيب لنتحدث أيضا، نرجع يعني نأكد عن العامل البشري سيدة خلاف، مثلا عن سائقي هاته ربما البضائع والمواد الخطيرة، أيضا الشاحنات، النقل الجماعي أيضا، ألا يستدعي التفكير اليوم في آليات جديدة مثلا تكوينت دورية للحد من حوادث المرور؟ بالنسبة لنقل المسافرين أو نقل البضائع، يجب أن هناك معرفة أن هناك شهادة الكفاءة المهنية، والتي هي يعني ما زالت تقوم بها مصالح وزارة النقل فيما يخص إعادة رسكلة معارف السائقين المحترفين. هذا شيء معمول به، لكن يبقى نظن أنه الالتزام بقواعد وقوانين المرور والالتزام بتدابير الحيطة والحذر تبقى أولا وقبل كل شيء ثقافة وقناعة. والله ثقافة وقناعة نابعة من سلوكيات وممارسات يومية تترسخ ثم تصبح وكأنها أمور آلية. هذا ربما الشيء اللي نحاولوا نقوم به من خلال التوعية والتحسيس، لكن هذا لا ينفي أنه بالنسبة خاصة لهذا الصنف من المركبات آليات أخرى سواء كانت فيما يخص التكوين وزيادة ساعات التكوين، وهذا اللي صدر في برنامج التكوين اللي صدر مؤخرا يعني في 2024، زيادة برنامج التكوين بالنسبة للنقل النقل بمقطورة، يعني بالنسبة لنقل البضائع والوزن الثقيل، زيادة الساعات التطبيقية في التكوين، لكن تبقى أنه هناك حلول أخرى خارج عن نطاق التكوين أو عن نطاق الـ كما نقول نحن التوعية والتحسيس، حلول تكنولوجية فيما يخص جهاز الكرونوتاكيغراف بالنسبة للنقل المسافرين، لليوم أصبح ضرورة ملحة. يعني هذا الجهاز جهاز قياس السرعة بالميقت، يعني ليقيس السرعة والمسافة وفترات الراحة بالنسبة لسائقي النقل الجماعي. اليوم رانا نشاهد اليوم احنا في طرقاتنا يعني اصبحت ظاهره متكرره، اليوم فقط في إليزي حادث مرور 18 جريح، انقلاب حافله لنقل المسافرين، يعني ولينا نسمعوها بصفه دوريه مثل هذه الاخبار، على الرغم من كل حملات التوعيه والتحسيس وخرجات المراقبه والتفتيش التي تقوم بها اللجان الولائيه المعنيه برفقه مصالح الامن و
كل ما يقوم به مختلف، سواء المندوبية الوطنية للأمن في الطرق أو شركائنا من مختلف القطاعات الأخرى. نعم. لكن حتى الجمعيات أيضا التي تنشط في هذا المجال، المجتمع، وسائل التواصل الاجتماعي أيضا أكيد التي تنشر عدة صور يعني جد مرعبة في مجال إرهاب الطرقات. صح لميا. نعم. وصور يعني حوادث آنية، حوادث تقع في مختلف مناطق الوطن، وصور مأساوية. لكن أصبح المتلقي يمر على هذه الحوادث من كثرة مشاهدتها وكأنها أصبحت عادية، يعني أصبح الخبر مميع نظرا لكثرة تناوله. اليوم المتلقي يتخلع شوية، غدوة يتخلع أقل، غير غدوة يتخلع بدرجة أقل، حتى يصبح وكأنه شيء عادي. وهذا اللي ما حبيناهش احنا اليوم. نريد أن نتناول مثل هذه المواضيع بطريقة أخرى، بطريقة ربما تمس مشاعر مستعملي الطريق لدرجة أنها تهز هذه المشاعر، وربما تؤدي على الأقل بالنسبة لفئة معينة تقوم بالكثير من المخالفات المرورية إلى مراجعة ممارستها في استعمال السياقة واستعمال المركبات واستعمال الطريق بصفة عامة، وخاصة الشريحة الذي نريد أن نمسها، خاصة بالنسبة لحملتنا التحسيسية دائما نحاول أن نركز على هذه الشريحة، هي الشريحة الأكثر عرضة للحوادث. نعم. وفي حالة تعرضها للحوادث للأسف الحاصلة تكون ثقيلة. كين سمعوا 18 جارح في حادث مرور واحد، ونسمع عن انقلاب حافلة بأكملها. أكيد. نعم. أكيد أنه هذا يصدم، لكن بتكرار هذه الحوادث تقل الصدمة من فترة لأخرى، ولا نريد أن نميع مثل هذه الأخبار، لأنه حقيقة 10 وفيات في اليوم ومئة جريح منذ بداية موسم الاصطياف رغم كل الجهود المبذولة، هذا رقم كبير. ودائما من هذا المنبر لميا نقول وكما قلتها في كل مرة، إذا لم ينخرط مستعمل الطريق، إذا لم ينخرط المواطن في هذه الحملات التحسيسية، النتائج التي سنتحصل عليها ليست هي النتائج التي كنا نرجوها منذ بداية الحملة. صحيح. رغم تنويع في أساليب التوعية وفي قنوات الاتصال، واستخدمنا مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدمنا حتى الأطباء في التوعية والتحسيس. صحيح. لو تشوفي الفواصل والمواضات التحسيسية اللي اختارتها المندوبية الوطنية للأمن في الطرق خلال هذه الصائفة هي فواصل ومواضات لأطباء لمختصين في جراحة العظام. يعني والله يقول لك لما الطبيب هو اللي يقول لك المريض كيفاش يوصل، أكيد هو اللي أول اللي يستقبل هذا الجريح هو الطبيب. نعم. وجراحة العظام. نعم. أكيد جراحة العظام المختلفة. والكي يقول لك بلي أنه غالبية هذه الحوادث وغالبية الإصابات خطيرة، وغاب كثير من الإصابات يخرجون من المستشفيات على كراسي متحركة نظرا لأن الإعاقة تكون مستديمة. نظن أنه ما كاش فوق هذا الشيء، هذا واقع ماشي تمثيل، واقع يعني شهادات حية لأطباء من غرفة العمليات. إذا نتمنى أنه يكون عندهم أذان صاغية، لأنه حقيقة بعد المأساة لا شيء يمكن أن نفعله. صحيح. إن شاء الله يكون فصل الصيف آمن إن شاء بدون الله. حوادث، أو نقلل من نسبة إن شاء الله. الحوادث بحول الله الجميع. بتضافر جهود الجميع بحول الله. إذن شكرا جزيلا لك السيدة فاطمة خلف، مذكرة المكلفة بالإعلام والاتصال بالمندوبية الوطنية للأمن في الطرق. شكرا جزيلا لتلبية الدعوة. شكرا لكم كذلك. شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا فاصل ثم لنا عودة. مع إشراقة كل صباح زائر هذا الصباح، مطلع يوم كامل من الأحداث. ونبقى دائما في جانب التحسيس والتوعية والحملات التحسيسية للوقاية ومكافحة حرائق الغابات. ونحن في فصل الصيف للحديث أكثر في الموضوع أسعد باستضافة السيد سعلي سعيد، مدير حماية حيوانات والنباتات لدى المديرية العامة للغابات. أهلا بك سيدي، وشكرا لتلبية الدعوة. أهلا وسهلا، شكرا، السلام على كل المستمعين والمشاهدين. شكرا جزيلا. إذن الجزائر وضعت مخطط استباقي لحماية الغابات من الحرائق ونحن في فصل الصيف. نعم، هذه السنة هي
نستطيع أن نقول أن هي سنة استثنائية وأخذ العبر من الأشياء التي مرت بها السنوات السابقة الماضية. نعم. خاصة سنوات 2021-2022 23 أين زيادة على الإتلاف النباتات وهناك أتلاف للأرواح والممتلكات. إذن للحد من هذه الظاهرة ولتجنب المشاكل التي كانت في السنوات الماضية إذن السلطات العمومية قامت بأشياء كثيرة وسمحت لنا باقتناء معدات لمجابهة هذه الظاهرة. إذن اللجنة الوطنية لحماية الغابات في وقتها العادي كانت تجتمع في السنوات الماضية في بداية جوان، هذه السنة اجتمعت في أواخر فبراير. هناك مجلس وزاري مشترك تحت رئاسة السيد الوزير الأول أين أعطيت أسدية توصيات ووجهت لكل من يساهم مباشرة في هذه الحملة. إذن هناك مجلس في مجلسين. إذن كل الذين يستعملون الفضاءات الغابية من مؤسسات ومن أجهزة الدولة فعليها أن تقوم بأعمالها الاستباقية. فمديرية العامة للغابات قامت بأشياء من تنظيف فتح خنادق النار وتهيئته، تهيئة المسالك أيضا. نعم، تهيئة المسالك. بناء مناطق أبراج مراقبة وتهيئة لكينين. نقاط المياه، بناء نقاط مياه جديدة صحيح. وكذلك المصالح الأخرى قد قامت وما زالها تقوم بالأعمال، منها صنع الغاز التي تقوم بحفر خنادق تحت لا موين لا تونسيون، لا سي ان تي اف الشركة الوطنية للسكك الحديدية تنظيف الحافات الطرق، وزارة الأشغال العمومية الطرق الوطنية والطرق الولائية، البلديات وكذلك الفلاحين الذين لديهم مزارع بجانب الغابات. إذن هذه الأعمال قامت وما زالها نقوم بها. نقول إلى حد الآن أن الحالة راهي مليحة. لهذه السنة لم نصل إلى 500 هكتار. إذن حالة إلى بقات هكذا الحالة راهي مليحة. وكل الأعوان يا إما تاع الغابات والحماية المدنية أو الولايات كلهم مجندين أن هذه السنة إن شاء الله تكون سنة لا نقول بدون نيران، لأن النار هي آفة كل عام تأتي. صحيح. في أمريكا في البلدان المتقدمة ظاهرة عالمية. دونك نحن نعمل لنتلاءم معها لنقوم بنقص الأضرار. يعني الأضرار نقص بها. ونحن مجندين إلى هذه الساعة، ولهذه الساعة كما قلت الحمد لله. نتحدث أيضا سيد السعلي عن كل الإمكانيات والآليات أيضا التي توفرها وفرتها الدولة الجزائرية من اقتناء طائرات خاصة بإخماد الحرائق أيضا، وعدة آليات أخرى ربما للحد من حرائق النيران، من حرائق الغابات عفوا. إذن هي عملية مكافحة النيران، هي عملية تبدأ من العمل التحسيسي، ثم العمل الوقائي، ثم التدخل. إذن في العمل التحسيسي نحن وكل الذين يتدخلون في هذه الآفة نقوم بالعمل التحسيسي عن طريق المساجد، عن طريق المدارس، عن طريق نرافق الذين يسكنون بجانب أو داخل الغابات، نسمح لهم باستعمال الغابات بطريقة عقلانية، يستفيدون من برامج الدولة، دولة تقوم بهم بغرس الأشجار، خلايا النحل، لكي يستفيدون مباشرة من الغابة لكي يروا أن الغابة هي مفيدة لهم وهي لهم. لذلك هذا عمل تحسيسي، ثم عمل استباقي. العمل الاستباقي هي العمل التي نقوم بها المديرية العامة للغابات عن طريق المحافظة الموجودة في 40 ولاية،
وكذلك الأعمال التي تقوم بها الهيئات التي تستعمل الفضاءات. ثم يبدأ التدخل الأولي. إحنا التدخل الأولي من صلاحيات المديرية العامة للغابات. إحنا كيف نقوم بعمل التدخل الأولي؟ عندنا أبراج مراقبة، عندنا سيارة مجهزة بالمياه كما التدخل الأولي، عندنا صحاريج، وعندنا رتل متنقلة. إذن هذا هو جهاز تاع المديرية العامة للغابات، وهذا الجهاز يكون يعمل مع الجهاز البلديه، سكون ابل الكوميتي، اللجنه البلديه. هناك لجان بلديه، نعم. هناك لجان دائره، وهناك لجان ولائيه، نعم. فهي تعمل بانسجام. عندما يكون تكون حريق فنبدا باللجان في البلديه، لان البلديه هي النقطه التي هي تبدا بنا. اذا هذه ثم اذا كنا قد تمكنا من إخماد هذا الحريق الصغير قبل أن يصبح نار كبيرة، إذن فهو جيد. إذا لم نتمكن فهو التدخل الحماية المدنية التي تأتي مباشرة بعد التدخل نتاع أعوان الغابات. إذن نحن عندنا إمكانيات، والحماية المدنية عندنا إمكانيات، وكذلك وزارة الدفاع الوطني، فهم يتدخلون في كل شيء. يتدخلون في الإخماد، يستعملون كل الوسائل المادية والبشرية التي لديهم، يستعملون الطائرات. إذن احنا سنة هذه المديرين لعبت قد تمكننا من اقتناء أجهزة نتاع الطائرات المسيرة بدون طيار. بدون طيار، نعم. وقد زودنا بعض المحافظات بهذه الأجهزة، وسوف قريبا كلما نتحصل على هذه الطائرات نزود هذه هذه الطائرات لدرون، هذا نستعملها لكي نجيبوا المعلومة في الوقت. صحيح. وكذلك هي قد تستعمل في أغراض أخرى، لأنها قد تستطيع أن تقوم ب كما يقولوا الفيلم، هذا كولاكسيون، قدر الإنسان اللي حرق النار قدر نكون عنده لافورماسيون. صحيح. وهذه اللي درون، هذا إن شاء الله في المستقبل راح ليس نستعملها الى مجابهه النيران، سوف نستعملها في تسيير الغابات والتفتي كل الجرائم الغابيه. صحيح. لان النيران جزء من الجرائم، فيها التعريه، فيها البناء غير الشرعي. الحديث عن هذه الجرائم الغابية سيد السعيلي، تحدث أيضا عن الآليات القانونية لمكافحة حرائق، نعم. الغابات من خلال ربما التخيم العشوائي، إشعال مواقد الشواء على مستوى الغابات وما ينتج عنه من مخاطر وحرائق لعدة هكتارات للغابات، وعدة أيضا سلوكات سلبية أخرى. نعم. إذا احنا الماضي كنت عندنا القانون تاعنا 84/12. القانون هذا أنجز في سنة صدور تاعو سنة 1984، وهناك كاين استراتيجية وكاين سياسة معينة. إذا في هذا الوقت هذا القانون لا يتماشى مع متطلبات هذا اليوم. إذا هناك صدور جديد، قانون جديد، هو القانون 23/21 الصادر في ديسمبر 2023. ومن خصوصية هذا القانون هو أنه أتى لكي تكون الغابة مصدر رزق وتشارك في الاقتصاد الوطني، واستعمال الغابة في إطار التنمية المستدامة. إذن الغابة هي مكان منفتح، مكان يستطيع الإنسان أن يستغل هذه الأشياء فيها، منها الغابة نتاع النزهة لفور ريكرياتيف، منها استغلال الخشب والفلين، وخاصة لي بلونت أروماتيك ميديسينال، النباتات العطرية. نعم. هذه أشياء كلها نقتنيها، الجزائر تقتنيها من الخارج بعملة صعبة، وربما هذا الذي تقتنيه البلاد من الخارج فهو ليست سي با دي زويل كما يقولوا اوريجينال، سي دي زويل سي دي سينتيتيك. دونك حنايا عندنا هذه الأشياء في الغابة، هذا القانون سوف يسمح
بالاستثمار في هذه المجالات. والشيء الثاني هو أن القانون هذا كان في السابق الإجراءات التي تأتي لتعاقب كل زانفراكسيون كل التعديات على الغباء كانت ضعيفة. نعم سيد سعلي، سنرجع للحديث عن الإجراءات والتشريعات أيضا التي تعاقب كل هذه السلوكات السلبية، لكن مشاهدينا نرحب بالاتصال بكم مباشرة من ولاية مستغانم، أين يلتحق بنا الزميل أمين بقدوري وزير الصناعة هناك والإنتاج الصيدلاني والنقل، أيضا في زيارة عمل إلى ولاية مستغانم. أمين بقدوري صباح النور، إليك الخبر. صباح الأنوار لمياء، تحية لك لمشاهدينا الأكارم، تحية لضيفك في الاستوديو. إذن حدث مهم بالنسبة لقطاع الصناعة اليوم في ولاية مستغانم، وهو إعادة مصنع إنتاج أنابيب الخرسانة والأنابيب المعدنية هنا بولاية مستغانم، أحد أكبر المنشآت في هذا المجال لإنتاج هذه المادة المهمة والمهمة جدا في قطاع الصناعة هنا تحديدا في بلدية فرناكة. بعد توقف يعود المصنع للإنتاج من جديد، و تحت أيادي الشركة الوطنية للأشغال العمومية. وللحديث أكثر حول تفاصيل استرجاع هذه المنشأة وإعادة عجلتها للدوران يرافقني السيد بالقاسم عبد الصدوق، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للأشغال العمومية. سيدي أهلا وسهلا بك. شكرا، أهلا وسهلا. بداية فيما يخص ربما منشأة مهمة ستعزز قطاع الصناعة، ما هي القيمة المضافة التي ستقدمها؟ شكرا، أولا أقدم شكري واعتزازي وامتناني على هذا القرار الصائب والوجيه الذي اتخذته السلطات العليا للبلاد المتمثلة في السيد رئيس الجمهورية، وهي إعادة الحياة لهذه المصانع التي كانت متوقفة منذ 2019. هذا المصنع يعتبر جوهرة في ميدان صناعة الأنابيب ذات خرسانة التي لها نواة فولادية، فيعتبر المصنع الأكبر في الجزائر وعلى ما أظن في إفريقيا، لأن له طاقة استيعابية إنتاجية كبيرة وله تقنيات حديثة، فهو مصنع روبوتيزي يعطي جودة عالية من هذه الأنابيب ذات خرسانة ونواة فولادية. ماذا لو الحديث عن البطاقة التقنية للمصنع على ماذا يحتوي، مساحته والقدرة الإنتاجية أيضا؟ نعم، هذا المصنع يتواجد على 6 هكتارات والمساحة الكلية 40 هكتار، فهناك مكان كبير للتخزين، فهذا المصنع يعتبر حجر الزاوية للمشاريع المستقبلية التي مسطرة في برنامج الحكومة، التي سطرت الحكومة في هذه الأيام في هذه الأشهر الأخيرة برنامج تري للقضاء على أزمة شح المياه في الولايات التي تعاني نقص من تزويد المياه الصالحة للشرب. فهناك مشاريع كبرى التي تربط محطات تحلية المياه البحر على مستوى الولايات الساحلية إلى الولايات الداخلية التي تعاني شح في الأمطار ونقص في تزويد المواد المياه الصالحة للشرب. فيما يخص قدرة الإنتاجية سنويا، هذا المصنع كان ينتج حوالي 40 كيلومتر من هذه الأنابيب المتنوعة من الحجم الصغير 800 مليمتر إلى 2200 مليمتر، كان ينتج حوالي أكثر من 40 كيلومتر في العام. ما يخص في عند دائما افتتاح منشأة صناعية أو إعادة إدراجها للعمل من جديد، نتحدث عن مناصب الشغل كمرحلة أولى، عدد المناصب التي سيوفرها وماذا عن بقية المراحل؟
نعم، في الأول المؤسسة مؤسسة الأشغال العمومية SNTP قامت بعمل بتسطير برنامج مثمر لإعادة، لأن القرارات الحكومية هي المحافظة على مناصب الشغل. هذا المصنع كان يحتوي على 365 عامل دائم، بدون لا ننسى المناصب الشغل غير الدائمة. هذا المصنع في المرحلة الأولى SNTP أخذت 100 عامل في المرحلة الأولى. بدأنا بالعمال التقنيين هم الأولى، وفيما بعد سنذهب إلى حتى نكون في نفس عدد العمال الذي كان في 2019. سيدي، لتفاصيل أكثر، المرحلة الأولى حول ماذا ستتمحور؟ سندخل في الإنتاج مباشرة أو إنتاج جزئي؟ المرحلة الأولى عندنا أكثر، البرنامج المسطر هو شهرين سي لا ميزا نيفو دو لوزين، سافيدير إعادة إصلاح العتاد. كما تعلم هذا العتاد راه من 2019 لم يشتغل ولم يتحرك، فلابد من إعادته كليا. تحدثنا عن تكنولوجيا عالية المستوى في الإنتاج، لو ننور المشاهد الكريم وحتى الأهل الاختصاص في التكنولوجيا المعتمدة في هذه المنشأة الصناعية. نعم، هذا المصنع يتوفر على 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 فيه مراحل للإنتاج. كاين المرحلة الأولية، مرحلة تجميع المواد الأولية، وفيما بعد مرحلة التلحيم بأجهزة أوتوماتيكية، ولا يوجد يد عاملة لرفع الأثقال أو كل شيء بالآلة. يد عاملة ستكون محلية 100%؟ لا، الآن سنحافظ على العمال الذين كانوا يشتغلون في قبل، لهم خبرة، لأن هذا المصنع كان يعمل من 2007 ومن بعد توقف. بعد كانت فيه مرحلة تطوير في 2017 في مشروع الماو، لأن هذا المصنع الآن يتوافق ويتقاطع ويترابط مع البرنامج الضخم المسطر لوزارة الري. وماذا عن الانطلاقة الرسمية؟ متى تكون اليوم؟ تكون في خلال الأسبوع؟ احنا انطلاقة رسمية تمت من سبعة جويلية. هناك أكثر من 100 عامل يعملون هنا في إعادة إحياء هذا المصنع. سيدي الكريم، شكرا جزيلا لك، وشكرا على كل هذه التفاصيل. شكرا أخي. شكرا. إذن لميا، التفاصيل كانت شاملة حول هذا المنشأة الصناعية، وكما سبق وأن أشرت، مدينة ولاية مستغلم تعرف زيارة وزارية مزدوجة لوزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني ووزير النقل. في البرنامج النقطة الأولى في هذه الزيارة ستكون مصنع إنتاج أنابيب الخرسانة والأنابيب المعدنية في بلدية فرنكة في منطقة الصناعية، ثم في بلدية الحسيان للوقوف على مشروع شبكة الطرقات في المنطقة الصناعية البرجية 1 والمنطقة الصناعية البرجية 2، ثم آخر نقطة في دائرة خير الدين، أين سيكون زيارة للقاعدة الجوية للإجلاء الصحي ومكافحة الحرائق، وستكون في أعدادنا الإخبارية المقبلة تفاصيل أكثر حول زيارة اليوم لولاية مستغلم. بحول الله، شكرا جزيلا لك أمين على هذه المداخلة، وشكرا أيضا لضيفك. إذن مشاهدينا، عودة إلى ملفنا وموضوعنا في جانب التحسيسي والحملة التحسيسية والوقائية من مكافحة حرائق الغابات خلال فصل الصيف. أذكر بضيفي سيد سعيد أو السعلي عفوا، مدير حماية الحيوانات والنباتات بالمديرية العامة للغابات. إذن كان الحديث عن كما ذكرنا الآليات القانونية لمكافحة حرائق الغابات، ومكافحة أيضا خاصة كما ذكرنا سيدي تلك السلوكات السلبية للمواطن الجزائري في بعض الأحيان. إذن كما قلنا في البداية، أنا الجديد القانون الصادر في السنة الماضية هو أن الإجراءات العقابية قد تشددت، يعني أصبحت
عقوبات صارمة. يعني كبيرة من الجانب الغرامة أو من جانب الذي يؤدي إلى حتى الحبس المؤبد. إذن هناك في هذا القانون وصدور فيه سبعة مواد، هذه المواد تتكلم عن العقوبات التي تكون جزاء الذي يقوم بالمخالفات أو يرتكب جريمة يا إما عمدا يا إما عن قصد في الأملاك الغابية الوطنية. فهذه المواد هي في القانون من المادة 136 حتى المادة 42، ونتكلم عن أقل مادة هي المادة التي أين هي الإنسان يراه شيء بسيط ولكن فيه عقوبة. مثلا المادة 142 تتكلم على أن كل إنسان قد يكون في الغابة ليخيم وقد يبرم النار لكي يطيب المكلة، ولكن هذه النار لم تؤدي إلى حريق، خلها برك يعني لما، فهذا يعاقب عليه القانون من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة مالية من 5 ملايين إلى 10 ملايين. إذن حتى لم يكن هناك نار فقد يعاقب عليه. وهذه العقوبات تأتي تكبر تدريجيا من يرتكب حريق في أملاكه ولكن لم يؤدي إلى ضرر الآخر، ومن يرتكب حريق في الأملاك الغابية ويأتي إلى ضرر مثلا فيها الخسارة في الغابات، ولكن عندما يكون هناك أموات فالعقوبة من شهرين إلى ستة أشهر في البداية قد تصل إلى المؤبد. إذن من يشعل نار في الغابة تكون الغابة هذه ملك الدولة ويؤدي إلى خسارة في الأملاك وفي الأرواح قد يكون جزاؤه هو المؤبد. وهناك هذه السنة هناك أناس قد يعني ضبطوا في حالة تلبس فهناكم في الحبس، راهم في الحبس. إذن القانون هذا هو قانون صارم لكل من يقوم بهذه الأعمال، يكون سبب مباشر. هذا 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 لماذا نتكلم على هذه الإجراءات؟ ليس وهو الهدف تاع الدولة تاعنا ليس من أنها تقول الإنسان هذا باش نخوفوه ولا، ولكن قولوا لكم حذاري. احنا نقول هذا من أجل تحسيس ها هي العقوبات التي تنجري على هذه الأشياء. فلا تقوم بهذه الأشياء لأنها سوف قد، إذن احنا الهدف تاعنا هو تحسيس. عندما أنا أقول هذا الكلام ليس أحب أن ندير الناس الحبس، لا ما نديش الناس الحبس. نعم إن شاء الله. نعم. هي تحسيس وتوعية وتنبيه أيضا المواطن، تنبيه، لأن وصلنا إلى 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 وقت أين لازم نحافظ هذه الغابات. لأن كل المنظمات الدولية كل البلدان التي نتعامل معها، فمشكل النيران فهو مشكل تاع الساعة. فالولايات المتحدة الأمريكية، اليونان، صحيح، البرتغال، إيطاليا، كلهم يتكلموا عن النيران لأن هذه النيران قد تؤدي إلى أشياء عويصة. حنايا نشوفوا برك النبات، قال مات النبات، صحيح، نبات والغابة، لكن لا، هذه حياة، ستانيكو سيستم، الغابة هذه حياة. صحيح. هي ثروة إيكولوجية وتوازن إيكولوجي، بداية ثروة، صحيح، ثم حياة للكائنات، وهذه، صحيح، الكائنات فيها كما يقولوا سيتون بارتي دو لا شين اليمونتير. كاين الحيوان هذا كيغيب يولي حاجه على السلسله والتوازن الايكولوجي. نعم. وهذا والغابات هذا الاثر تاعها ما يبانش على كما يقولوا اكورتير في الوقت هذا، بعد السنوات على المدى البعيد خاصه على عندما تموت الحشرات التي تسكن هذا، عندما يكون سكن احنا نقولوا بالفرنسي لابيطا مسكن هذه الحيوانات، عندما تهجر هذه الحيوانات هذه الغابه سواء لأنها ماتت أو هاجرت لأنها، فهذا التراب هذا مع الوقت يصبح تراب لا يصلح. ولا احنا البلد تاعنا هي الاكتفاء الذاتي، لأن في أماكن الغابات هذه تاعنا غابات مسكونة. صحيح.
صحيح. هناك أناس بهذه الأراضي هناك سكونابل لاغريكولتور فيفريار يقوموا بغرس الأشياء اكتفاء ذاتي. إذن عندما تكون هناك الحرائق الناس الذين يسكنون سوف يهجرون إلى المدن، سوف هذه أشياء قد تنجر عليها عواقب. مثلا الحواض المنصبة لباسان فيرسون، عندما يكون هناك غطاء نباتي فالماء عندما يسقط فهي على بالك الأشجار تقلل من سرعة المياه، فالمياه التي تصل إلى البراج هذا السد تكون غير ممتلئة باللافاز هذه، ما كاش فيها تراب. وإنما عندما يكون الحوض منصب هذا الغابة محروقة وفيش أشجار فسرعة المياه قد تؤدي بالأوحال إلى السد. فالسد الذي بني كي يكون يعني يعمل وكان يكون صالح مثلا 100 سنة، فهذه الأعمال إلى ما كاش الماء فالبارج هذا يتعمر بلافاز، فحياة تعود تقلل إلى 50 سنة. يعني هناك أضرار مباشرة وهناك أضرار غير مباشرة تأتي بعد بقت معون. هناك الزحف الرمال تصحر، لأن الأشجار ظاهرة التصحر، ظاهرة التصحر. هذه الأشياء كلها قد إذا كنا جاهدين وكل هناك الوعي، ليس هي سواء إرادة تاع الدولة، دولة مدت كل الإمكانيات وكل سنة راهي تمد إمكانيات لنقوم بهذا العمل، ولكن العنصر الأساسي والأول هو الإنسان وعي الإنسان، لأن معظم النيران التي هذه السنة مثلا التي اشتعلت فهي نيران واحد راح يصلح راحت له، واحد رماميكو تاعو، واحد ماشينات تحصل ينتسل، يعني نشوب النيران تأتي من أشياء تافهة. فلكون كان التحكم يكون الوعي، يكون أخذ إجراءات استباقية وهي التي نقوم بها، فربما نتفادى أشياء كثيرة. طيب تحدثنا عن حرائق الهكتارات من الغابات، نتحدث أيضا عن آليات حماية أيضا الثروة الحيوانية من حرائق الغابات أيضا، والتأثير السلبي على كما ذكرتم على سلسلة الحياة الغابية وسلسلة أيضا التوازن الإيكولوجي خاصة. نعم. إذن كما تعلمون أن الغابة حتى في وقت الثورة كانت مكان تاع الثوار، كان المجاهدين كانوا في الثورة كانوا يعني يرتاحوا فيها ويلقوا مكان ويباتوا فيها. إذا الغابة هذه ليس أشجار، فهي أشجار، فهي ثروة، فهي أشياء تستطيع أن تساهم في الاقتصاد الوطني، وهذيك هي مكان ملجأ للحيوانات التي تدخل في التنوع البيولوجي والبيئي. إذا عندما تكون نيران فهذه كل الأشياء التي تكون في الغابة قد تنقص أو تهاجر أو تموت. لهذا الأشياء فالدولة والمجتمع خاصة المجتمع يكون واعي من هذا، بدون أن نشير أن هذه الغابة هي عنصر هام سكونابير في لاسيكستراسيون تاع الكربون. أنا بالك الكربون هذا هو عنصر من العناصر التي تلعب دور سيء في سكنابل لي غاز اي في دو سير. دونك هذه الاشجار هذه تلعب في الكربون هذا، تمتصه من خلال لا سيميلاسيون كلوروفيليال، يعني النبته تستعمل هذا الكربون لانتاج الغذاء تاعها. اذا عندما تكون ما تكونش اشجار الكربون هذا يروح في السماء يدير لي غاز دو في دي سير لي شونجمون كليماتيك التنوع البيئي والايكولوجي تاثر عليه. دونك حنايا كما الثروه كما تعلمون ان الثروه الحيوانيه الموجوده لدينا سوف نشير الى ان هذه السنه اننا قد بدأنا في فتح عملية نتاع الصيد. كما تعلمون أن الصيد مهنة الصيد هي ليس مهنة ولكن نشاط. نعم. الناس يستعملونها كرياضة وكذا. والسنة هذه اللي فاتت 2023 فتحنا هذه تحت
يعني الرئيس السيد رئيس الجمهورية أمر بفتحها، وحنا كنا ديجا قمنا بأعمال، لأن باش تفتح الصيد هذه هناك أعمال، هناك سكون أبيل دينمبرومون دو جوبيي، هناك الأماكن التي سوف نفتحها للصيد، وهناك عمل يقوم في الميدان الثروة الغابية تاعنا هذه اسكو هي كثيرة أو قليلة أو منعدمة، لكي نقوم سكون أبيل أون دريس أن بلون دو شاس باش نقولوا عند فتح عملية الصيد بأن الصياد يستطيع في كل يوم أن يقتني واحد من هذه واحدة. نعم. إذن هناك أعمال أجرت والعملية الصيد هذه كما تعلمون أنها قد أغلقت سنة 93، من سنة 93 لم يكن هناك صيد مقنن حتى سنة 2023. نعم. 30 نعم. سنة كما يقولوا مثل هذاك العضو الذي لا يعمل يضمر. إذن كانت بداية نقول محتشمة، ولكن كانت بداية سوف تتحسن لكل عام. نعم. وهناك الصيادين، يعني الصيادين راهم يعني سوسون اورغانيزي اون اسوسياسيون، هناك الناس داروا ستاج باش يديروا البيرمي دو شاس. نعم. وهناك الاماكن التي درناها بور باش يكريهم بور لا مودياسيون باش يصيدوا فيها. يعني جيد. يعني نعم. هناك عمل أجري في الميدان. جيد. وكل شيء يجري على جيد. إلا أنه التغيرات المناخية والنيران هذو قد تؤثر سلبيا على الثروة الحيوانية. لذا سنرجع ونفصل في هذه النقطة سيد سعيد، لكن مشاهدينا فاصل ثم لنعود مع إشراق مطلع يوم كامل من الأحداث. نعم، إذن نكمل الحديث حول آليات حماية الثروة الحيوانية من حرائق الغابات سيد سعلي. إذن يعني كل حاجة تخدم الأخرى. صحيح. هي سلسلة يعني مترابطة. سلسلة. نعم. وكلما كان خلل في جزء من السلسلة هناك يعني تأثير سلبي. نعم البيولوجي. إذن نعود إلى الحملة وقاية من حرائق الغابات ومكافحتها. إذن هناك قلنا اقتناء وسائل، إحنا كما الأيام هذو تم اقتناء 40 سيارة صهريج، وهذه السيارات عززنا بها بعض المناطق التي فيها حرائق ومناطق التي أهل في السكان، يعني يسكنها الناس، منها الطراف، سكيكدا، بجاية، تيزي وزو، وجيجل، وتيبازا، ورحين نعزو الآخرين. كلما يكون عندنا اقتناء جديد سوف نعزز الأماكن تاعنا التي تكون عرضة لهذه الحرائق. سيد سعلي، لما نقول تعزيز كل هذه المناطق، تهيئة المناطق، هذا يستدعي بنا إلى الحديث عن ربما تكوينات دورية للعامل البشري دائما في مجال حماية الغابات من الحرائق. نعم، هناك 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 تكوينات متواصلة، وهناك تكوينات دورية يعني خاصة بالتنسيق مع قطاع الحماية المدنية. نعم، أيضا نعم. إذن أظن في شهر مي هناك عمل أجري في ولاية بسة مع دولة تونس الشقيقة، مشاركة تاع تونس، حماية المدنية والغابات ودولة تونس الشقيقة لاستعمال ولي يعني باش نشوفوا جاهزية. صحيح. الإمكانيات. صحيح. اللي عندنا خاصة في استعمال الآليات، استعمال الطائرات، لأن يعني الآن هناك على بالك استعمال الطائرات، هناك الأماكن نتاع الغابات، هناك جبال لا نستطيع أن نصل إليها به. إذن استعمال هذه الأجهزة الطائرات أصبحت كما نقولوا اوبليغاتوار. دونك شفنا استعمال هذا كما نقولوا لا سيميلاسيون هذه باش نشوفوا مدى جاهزيه
الوسائل اللي عندنا لإفطار وجود حريق معين. إذن السنة هذه هناك 12 طائرة من التي كمية تعليمية التي تكون فيها 3000 لتر، وهناك طائرات اللي عندها 9000 حتى 12000. لماذا تقول لي ماذا 3000 لتر و 9000 و 12000؟ لأن هذه الطائرات الصغيرة جهزت للتدخل في الأماكن التي فيها ناس. بالك الطائرة اللي عندها 3000 لتر عندما تقوم بإطفاء النار، عندما هذه المياه تسقط لا تؤثر على البنيات. صحيح. ولكن الطائرة اللي عندها مثلا 9000 لتر ولكن أكيد هتأثير سلبا على السكنة والبنيات أيضا. نعم. إذن حتى كل حاجة راهي مدروسة. واش نقول الإمكانيات الجوية راهي في تحسن، وإمكانيات تاع التدخل الأولي الصهاريج راهي في تحسن أيضا. عندنا إمكانيات وحماية المدنية ثانية عندها إمكانيات ثانية. هناك استعمال التكنولوجيات الجديدة. احنا يعني عندنا استعملوا تاع الدرون، وعندنا شرح في المستقبل القريب سوف نستعمل بعض الأجهزة سيدي كاميرا ترميك. هادو كاميرا هادو نديرهم في أبراج المراقبة وتعمل 24 على 24. يعني عندنا واحد درك في تيزي وزو راه في إطار كما يقولوا أليسي، وإن شاء الله راح ينعموها على المناطق. فهذه التكنولوجيات سوف تأتي بجديد في تسيير ثروة الغابية، ليس لإطفاء النيران، في تسيير ثروة الغابية. لأن كما تعلمون أن النيران جزء يؤثر سلبيا على النيران، ولكن هناك أشياء تؤثر أيضا في تقلص الغابات، منها الاعتداءات هذه ومنها الأمراض. الأمراض هذه الأمراض تأتي خاصة من الجفاف. بالك عندما يعني عوامل طبيعية. نعم. والجفاف والتغيرات المناخية ونقص المياه. نقص المياه عندما يكون نقص المياه فالشجرة تضعف. تعلمون عندما تضعف الشجرة الطفيليات سوف كما قالوا إلطك، تولي حاجة. وعندما الطفيليات هذو فهناك أشجار تموت، ونحن في أماكن أين هذه الأشجار مع نقص المياه لازمنا نحافظوا عليها. إذن هناك أعمال. وبالتالي هنا سيد السعيرين نتحدث عن أهمية الغرس وتعزيز الثقافة البيئية لدى يعني عامة الناس، لدى كل مثلا الجمعية الناشطة في هذا المجال، لدى النشأ خاصة على مستوى المدارس بداية ثم إلى على مستوى الغابات. إذن احنا في العمل المهم والأولي هي الأعمال التحسيسية. صحيح. والأعمال التحسيسية التي تقوم بها المديرية العامة للغابات عن طريق المحافظات الموجودة في كل الولايات هي القيام بغرس خاصة في المدارس الابتدائية. صحيح. وخاصة في المدن وترافق البلديات بمشاركة كل أطياف المجتمع، بمشاركة كل الجمعيات. وسوف أقول لكم أننا عندنا أكثر من 2500 جمعية تشارك معنا. جيد. في حملة حماية ومكافحة حرائق الغابات. جيد. إذن العنصر الجمعوي هو هام. هناك جمعية تساهم مباشرة في تنظيف الغابات، هناك جمعية نشطة، ونحن دائما نطالب أن تكون أكثر. إذن هو قلت العنصر الأول هو الإنسان، التوعية والتحسيس. دونك العام الغرس أو في المدارس وفي المدن وفي الغابات هو من صلاحية المديرية العامة للغابات. إذن عندنا احنا كل عام عندنا دي بروجي مشاريع غرس الأماكن التي قد أتلفت عن طريق الحرائق أو عن طريق الأمراض هذه الطفيليات. إذن هناك برنامج تاع الغرس، ولكن أنا أقول بأن الغرس يعني جيد، ولكن لنحافظ على ما عندنا. صحيح. لأن الغرس
القرص عندما نقرس لازم هناك لازم الماء لازم العناية يعني باش نطلعوا الشجرة لازم له وقت كبير لكن يجب هذا ننادي للجمعيات أننا نتعاونوا باش نحافظوا على واش عندنا وهذا بتضافر جهود الجميع. شكرا جهود جزيلا الجميع. لكم سيد السعلي سعيد أذكر مدير حماية الحيوانات والنباتات بالمديرية العامة للغابات شكرا جزيلا على هذه الاستضافة والاستفادة عفوا وقبول أيضا الدعوة شكرا جزيلا لكم. شكرا. إذن مشاهدينا ننتقل بكم إلى قسم الأخبار وموجز لأهم الأنباء من تقديم الزميلة سهيلة الحوسنية. تفضلي سهيلة. صباحك سعيد لميا، صباحكم سعيد مشاهدينا الكرام، نلتقي بعد الفاصل. شكرا لك سهيلة. إذن مشاهدينا أهلا بكم في الساعة الثالثة من عمر البرنامج إلى ملف آخر وموضوع آخر، إلى ملف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي والحديث والروبوت أي روبوتيك عفوا، والحديث عن واقع منظومة الروبوتيك التعليمي في الجزائر. وأسعد باستضافة الأستاذ فوجاري عبد الحق مساعد بيداغوجي بمركز تعليم الروبوت والذكاء الاصطناعي للأطفال من ولاية وهران. أهلا بك أستاذ، شكرا لتلبية الدعوة. جزيل الشكر إن شاء الله. شكرا جزيلا. أسعد أيضا باستضافة البطل العصامي محمد آدم الفائز بالمرتبة الأولى أو في مسابقة رمضان في مجال الذكاء الاصطناعي. مرحبا بك، شكرا لتلبية الدعوة. شكرا للاستضافة. شكرا جزيلا. إذا بداية السيد فوجاري الأستاذ فوجاري الحديث عن كما ذكرت يعني واقع منظومة الروبوتيك والذكاء الاصطناعي في الجزائر. أولا نبدأ بالتعريف للمعهد نتاعنا، معهد ماسترتيك، وهو فرع من الفرع الوحيد من فروع نيوغيت روبوت المتواجد بالتعاونية العقارية بإستو وهران. المعهد نتاج أو البرنامج نتاج لشراكة جزائرية كورية. الشركة الكورية التي أنتجت هذا اسمها ماي روبوت تايم. البرنامج مقدم البرنامج هو البرنامج الوحيد الذي يقدم عفوا الذي يضم 13 مستوى من السن الخامس حتى السن السابع عشر. نعم نعم. وكيف ترون أيضا كما ذكرت ولوج خاصة الكثير من الأولياء وأبنائهم في ربما تعلم هذا الاتجاه الجديد وهذا التخصصات الجديدة في مجال التحكم في التكنولوجيا الحديثة والروبوتيك والذكاء الاصطناعي؟ بصراحة هناك إقبال كبير زعما صراحة. صحيح. إلا أنه هناك إقبال كبير في الولايات إلا أنه لم يعمم بعد. صحيح، نحن نرجو التعميم من خلال هذه المراكز، لكن نتحدث أيضا عن مختلف أيضا البرامج التي تدرسونها من خلال هذا المركز. لدينا البرنامج الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي واللغة الإنجليزية، لأنه البرنامج مقدم باللغة الإنجليزية. باللغة الإنجليزية. نعم. وبالتالي هناك دروس في اللغة الإنجليزية خاصة. نعم بطبيعة الحال. نعم. دروس اللغة الإنجليزية التقنية التي تستعمل في مجال الروبوتيك والذكاء الاصطناعي. نعم اللغة الإنجليزية التقنية حنا يخلينا بطبيعة الحال. احنا يخلينا البرنامج معرب، عربناه قبل كل شيء لانه ما نقدروش مش كامل مستوعبين اللغه الانجليزيه عرفوا يتحدثوا بها بطلاقه. بعد ما عربناه خلينا غير الكلمات المفتاحيه اللي خليناها بالانجلي بالانجليزيه الكلمات التقنيه خاصه. نعم الكلمات التقنيه. نعم باللغه الانجليزيه. طيب نروح للبطل لجزارنا اليوم من ولايه وهران محمد ادم، احكي لي شويه كيفاش قبل ما نروح للمستوى تاعك الدراسي وقبل ما نروح كيفاش التحقت بالمدرسه. كما قلت انت راك فزت في المسابقه المرتبه الاولى بالمسابقه الكبرى لشهر رمضان في مجال كما ذكرت الذكاء الاصطناعي. احكي لي كيفاش كان الفوز تاعك، كيفاش كانت الفرحه، كيفاش كان ربما لو قارنت روحك ربما بالمختلف المتسابقين تلاميذ كانوا قدك في تلك المسابقه. كنت انتظر انك راح تفوز بالمرتبه الاولى. نعم اخترعت. تفضل واش اخترعت؟ اخترعت تطبيق. واش تقدم هذا التطبيق؟ تطبيق تعليمي للاطفال يعلم الالوان. الأطفال اكتشفت بزاف ما يعرفوش الألوان باللغات، اللغة العربية والإنجليزية. جيد جيد. نعم
وهذا المشروع هذا اللي شاركت به في المسابقة الكبرى؟ نعم. نعم. كان أفضل مشروع شاركت به لحد الآن. جيد. وانا المركز الاول بطبيعة نعم. وكيفاش كانت ايضا ربما مرافقه الاساتذه بمدرسه نيو جيت روبوت على مستوى ولايه وهران حتى انه خلاوك تفوز بالمرتبه الاولى ما شاء الله؟ كانت مرافقه جدا جدا جيده جدا جيده، ساعدتني كثيرا لكي انال المرتبه الاولى. اذا وكيف كان ايضا ربما انت وش من سنه التحقت بمدرسه نيو جيت روبوت؟ السنه الخامسه ابتدائي والان انا في الاولى متوسط. عنده بالتقريب عنده عام ونص وهو معنا. جيد جيد، اذا عام ونص الله يبارك، وراك فزت بالمرتبه الاولى ما شاء الله. كيفاش كانت فرحه ما نقولش الاساتذه لكن سبق بالاولياء؟ كانوا فخورين جدا بيا بصح لا اعرف، ما قدرش نقول فرحتهم، هما يقدروا نعم ما قدرش يوصف الفرحه نتاعهم. فرحه لا توصف اكيد محمد ادم. طيب انتم كيفاش شفتوا نجاح الله يبارك راهو سنه قريب عام ونص هو راهو متمدرس على مستوى المركز، وخاصه ربما التاثير الايجابي لهذا التخصص كما ذكرت هو تخصص وتوجه جديد في مجال التحكم في التكنولوجيات الحديثه لاطفالنا راهم في بدايه المشوار الدراسي، وايضا التحكم في الذكاء الاصطناعي والروبوتيك ايضا وتاثيره الايجابي على المسار الدراسي ايضا، خاصه التحكم في ماده الرياضيات الفيزياء حتى العلوم ايضا يعني المواد العلميه. نعم الذكاء الاصطناعي يهتم بالدرجة الأولى بأولويات الرياضيات، يعني بطبيعة الحال لازم يكون يعرف الرياضيات مليح. أيضا يعني الذكاء الاصطناعي راح يجينا وقت ونقابلوه زعما في حياتنا اليومية، يعني بطبيعة الحال من الأحسن أن ندخل يعني لا مفر من أن راح نقابلوه، لذلك من الأحسن وكان يتعمم في الجزائر وكذا. نعم نعم. وطيب كيفاش شفت كيفاش أثر عليك أنك تتعلم الروبوت والذكاء الاصطناعي، كيفاش أثر على دراستك يعني كيفاش كان المردود الدراسي؟ يعني نقاط مليحة؟ نعم في الرياضيات والفيزياء نقاطي كانت رائعة على ما كنت من قبل. جيد جيد. إذا الأساتذة يعاونوك يتحصل على المعدلات كما الفصل الأخير على ما أعتقد تحصل على 15. جيد ما شاء الله. جيد ما شاء الله ما شاء الله. طيب وكيفاش راك ربما في المدرسة هل يسقسوك يقول كيفاش هي الدراسة أو الالتحاق على مستوى هذا النوع من المدارس اللي تهتم بتطوير الذكاء الاصطناعي والروبوتيك؟ لا حقا يعني أصحابك في المدرسة؟ لا بل على بالهم يعني راك فزت بالمرتبة الأولى؟ لا هم ما يهتموش، ما على بالهمش باللي هذا شيء مهم بزاف في حياتنا. جيد جيد. إذا للحديث بقية لكن مشاهدينا فاصل ثم لنا عودة. مع إشراقة الجزائر هذا الصباح مطلع يوم كامل من الأحداث. إذن الأستاذ فوغاري كما تحدثنا نتحدث أيضا عن استراتيجية التعليم الحديثة في مجال الروبوت والذكاء الاصطناعي، وكما ذكرت أهميتها في تنمية وتنمية مهارات التلاميذ خاصة وتأثيرها على المردود الدراسي. لكن قبل ذلك مشاهدينا ننتقل بكم إلى نعم إلى كلمة المدير العام في إطار أقول ذكرى 62 لذكرى أول 62 لتأسيس الشرطة أقول الجزائرية، مسيرة حافلة بالإنجازات نتابع مع بعض. من مبادئ ثورتنا المجيدة المفعمة بروح التضحية في سبيل الوطن، فعلا لقد عرفت الشرطة الجزائرية عدة محطات خلال مسارها. أولا كان رفع تحدي الحفاظ على الأمن والسكينة العمومية غداة الاستقلال، وما تتطلب ذلك من مقتضيات تتعلق أساساً بتكوين الرجال لأداء هذه المهمة ووضع الأسس الهيكلية الوظيفية الأولى للشرطة الجزائرية، وإذ هي في خضم البناء والإنجاز بفضل عزيمة أبناء هذا الوطن المفدى قابلت الوطن ظروفاً عصيبة تمثلت في آفة الإرهاب ومحاولة التخريب من أجل النيل من استقراره وأمنه،
فوقف الأمن الوطني جنبا إلى جنب يؤازر مخلصي هذا الوطن ومؤسساته وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي لإحباط تلك المؤامرات والتصدي لها بعزم وثبات. هذه المحطة وإن سجلت أروع الأمثلة في التضحية ونكران الذات كان لها في نفس الوقت الأثر الإيجابي في تلاحم الصفوف وفي اكتساب الخبرات والتجربة الميدانية في رفع مثل هذه التحديات. واستلهاما دائما من قيم تاريخنا الأصيل وبطولاته وبدعم من السلطات العليا في البلاد، تواصل مؤسسة الأمن الوطني بالعزيمة نفسها مسار تطورها وعصرنتها، تحذوها في ذلك إرادة راسخة في الارتقاء بقواتنا لمحطة نوعية في الأداء تقودهم بثبات إلى أعلى درجات الاحترافية والفعالية في أداء المهام الموكلة لهم. ضيوفنا الأفاضل، إدراكاً منا بأهمية القرارات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية في إطار تجسيد السياسة العمومية، سارعت المديرية العامة للأمن الوطني فيما يعنيها إلى ترجمتها إلى واقع ملموس، لا سيما من خلال العمل على عصرنة الجهاز ورقمنته، من خلال تحسين الخدمة العمومية ومناهج العمل ووضع آليات جديدة في التسيير والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في المحافظة على النظام والأمن العموميين ومكافحة الجريمة بمختلف أنواعها. وعلى الصعيد التنظيمي، عكفت المديرية العامة للأمن الوطني على إعداد رزنامة مشاريع النصوص بتوجيه ومرافقة من السلطات العليا للبلاد لغرض مراجعة التنظيم الهيكلي لها بشكل يتماشى مع متطلبات الخدمة الشرطية ويتلائم وحجم المهام المنوطة بها. واعتبارا لأهمية التكوين لما له من أثر إيجابي في صقل المهن الشرطية والرفع من القدرات العملية، أولت مؤسسة الأمن الوطني أهمية بالغة لهذا المجال، لا سيما من خلال مراجعة منظومة التكوين والتدريب في جهاز الشرطة عبر تحيين البرامج والمناهج وعصرنتها للاستجابة لمتطلبات الميدان، بما يمكن أفراد الشرطة من تأدية مهامهم بكل فعالية في إطار الاحترام التام لقوانين الجمهورية. وإيماناً منها بأن المورد البشري هو الثروة الأساسية لكل مؤسسة، تبنت المديرية العامة للأمن الوطني منهجية في العمل تعتمد على التسيير العقلاني للمورد البشري وتشجيع الكفاءات الشابة على تقلد المسؤوليات بما يكفل تحقيق الأهداف المنشودة على كافة الأصعدة. ولما كان الاهتمام بالجانب الاجتماعي على رأس أولوياتنا من أجل ضمان بيئة عمل مريحة لأفرادنا وتحسين ظروف معيشتهم، لم تدخر مؤسستنا أي جهد في سبيل مرافقة منتسبيها لتجسيد هذا المسعى من خلال العمل على توفير كل ظروف الراحة النفسية والمعنوية عبر التكفل والمرافقة، سيما في مجال السكن، الصحة ومختلف الخدمات الاجتماعية. أيها الجمع الكريم، تبقى مؤسسة الأمن الوطني في أهبة كاملة ويقظة تامة لمجابهة التحديات الأمنية الجديدة. هذه التحديات أفرزت أنماطاً جديدة من الإجرام والتهديدات في ظل تحولات عميقة يشهدها العالم ومنطقتنا على وجه الخصوص، تستدعي منا أكثر من أي وقت مضى مضاعفة الجهود والتحضير المستمر والجاهزية التامة لقواتنا، مع التأكيد على التنسيق الوثيق مع كل الشركاء الأمنيين والمدنيين على رأسهم الجيش الوطني الشعبي، بما يعزز أمن البلاد وسلامة المواطن وممتلكاته. لا يفوتني بهذه المناسبة السعيدة أن أتقدم إلى كافة منتسبي الأمن الوطني مهنئاً الجميع بمناسبة هذه الذكرى، مثمناً كل الجهود التي ما فتئوا يبذلونها وكل افتخار بتضحياتهم، داعياً إياهم إلى مضاعفة الجهود والتصدي بحزم لكل ما من شأنه المساس بأمن البلاد واستقراره. كما أسدي تهاني خاصة للذين نالوا شرف الترقية إلى رتب أعلى بهذه المناسبة، داعياً إياهم إلى أن يكونوا فعلاً في مستوى هذه الرتب، مؤكداً لهم ضرورة إدراك ما يتطلبه من تضحيات ومسؤوليات إضافية. ولا ننسى بذات المناسبة متقاعدين الأعزاء الذين كرسوا حياتهم وأفنوا أعمارهم خدمة لهذا الجهاز الأمني، تاركين لنا بصمات لامعة في جميع التخصصات الشرطية، ونحن اليوم نقتفي آثارهم بكل فخر
في صون الوديعة وحمل الأمانة وتسليمها من جيل إلى جيل، كما يلزمني بهذه المناسبة أن أقف وإياكم وقفة إجلال وترحم على الأرواح الطاهرة لزملائنا الذين شاء القدر أن يلتحقوا بالرفيق الأعلى وهم يؤدون واجبهم المهني. في الختام أهيب بجميع منتسبي الأمن الوطني لمضاعفة الجهود والحرص كل الحرص على توفير أجواء الأمن والطمأنينة، خاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها عالمنا اليوم، ومتى تطلبه من تدابير أمنية عالية الدقة والاحترافية كفيلة بتمكين المواطن من الاستمتاع بالأمن والاستقرار. وفقني الله وإياكم لخدمة هذا الوطن العزيز. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، وتحيا الجزائر. إذن تحيا الجزائر، كانت هذه كلمة المدير العام للأمن الوطني علي السيد علي بدوي، ومباشرة من مديرية الوحدات الجمهورية للأمن الوطني بالحميز بالعاصمة، كما ذكرنا بمناسبة الذكرى 62 لتأسيس الشرطة الجزائرية، كما ذكرنا مسيرة حافلة بالإنجازات. وعودة إلى ضيفايا، كما ذكرت الأستاذ فوغاري عبد الحق، كنا نتحدث عن أيضا مختلف المشاركة في مختلف المسابقات، بداية بالمحلية ثم الدولية. بطبيعة الحال كان مركز ماسترتك عنده بزاف مشاركات في المحلية والوطنية، في المسابقات المحلية والوطنية. من المسابقات المحلية مسابقة الصيف جوان 2023، نعم، والمسابقة الرمضانية الكبرى التي فاز بها عصماني آدم بطبيعة الحال بالمركز الأول. نعم نعم. ماذا عن المسابقات أو المشاركة في مسابقات دولية، كما ذكرنا دائما في مجال تخصص التحكم في التكنولوجيات الحديثة والروبوت والذكاء الاصطناعي؟ فيما يخص المسابقات العالمية، هناك مسابقة كوريا التي كانت في سنة 2023 والتي فاز بها التلميذ من ماسترتك بطبيعة الحال مياس، التلميذ مياس، نعم بطبيعة الحال فاز بالمركز الثالث. شكرا جزيلا لك. أيضا أذكر الأستاذ فوغاري عبد الحق، مساعد بيداغوجي بمركز تعليم الروبوت والذكاء الاصطناعي للأطفال من ولاية وهران. شكرا أيضا للبطل العصامي، كما ذكرت محمد أمين، الفائز بالمرتبة الأولى. إذا مشاهدينا نلتقي بكم مباشرة كما ذكرنا من مديرية الوحدات الجمهورية للأمن الوطني بالحميز بالعاصمة، وكلمة وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم سيد إبراهيم مراد، نتابع. السيد ضيف الشرف اللواء مدير الأمن الوطني على مستوى دولة فلسطين، السادة إطارات ومستخدمي الأمن الوطني، أعضاء أسرة الإعلام والصحافة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني أن ألتقي بكم اليوم بمناسبة إحياء الذكرى 62 لتأسيس الشرطة الجزائرية في رحاب هذه المؤسسة الأمنية، وهي الذكرى التي دأبنا على الاحتفاء بها معاً كل سنة، لنقف على ما تم تحقيقه من إنجازات ونجدد عزمنا على مواصلة رفع التحديات والرقي بهذا الصرح الأمني إلى آفاق واعدة. ونتقاسم اليوم نفحات هذه الذكرى، وبلادنا تعيش على امتداد ربوعها أجواء احتفالية متميزة بسطها إحياء الذكرى الغالية لعيد الاستقلال، حيث رسم بنات وأبناء وطننا الغالي صوراً جمالية في منتهى الروعة والإبداع، حملت في فحواها رسائل قوية تعبر بصدق عن مدى تمسك هذا الشعب الأبي بوطنه، والذي لن يرضى عنه بديلاً مهما كثرت وتنوعت عوامل الإغراء والاستقطاب وحملت تشويه من قبل الأعداء والمتربصين. وإننا وفي غمرة هذه الاحتفالات لا يسعنا إلا أن نعرب عن أصدق وأخلص مشاعر الافتخار والاعتزاز بنساء ورجال هذا الجهاز العتيد، الذين يطالعون في كل الظروف بمهامهم النبيلة في الحفاظ على أمن الأشخاص والممتلكات، ويرسون قلاع السلم والأمان في كنف احترام القانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، جنباً إلى جنب مع مختلف الأسلاك الأمنية الأخرى، وفي طليعتها الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، مختفين بذلك أثر أسلافهم من الشهداء الأبرار، ومجسدين لعهدهم الوثيق بأن يشكلوا دوماً وفي لحمة متكاملة
الدرع المتين لتحيا الجزائر آمنة مستقرة. أيتها السيدات الفضيات، أيها السادة الأفاضل، إن هذه الذكرى تشكل لنا بالفعل محطة سنوية للوقوف على ما تحققه المؤسسة الشرطية من تقدم ملموس في العدد والعدة ومناهج العمل، قوامه الاحترافية والعصرنة والفعالية في الأداء، وهو التطور المحرز نتيجة الاستثمار في المورد البشري والتحضير الجيد وفق ما تقتضيه موجبات العمل الشرطي والتزامات التواجد الميداني والتحديات الراهنة. فبالفعل تمكنت الشرطة الجزائرية خلال السنوات الأخيرة من مسايرة الحركية التنموية الهامة التي تعرفها بلادنا على جميع الأصعدة، وباعتبار ما يوليه السيد رئيس الجمهورية لتأمين المواطنين حيثما كان محل تواجدهم في الإقليم، فقد عكفنا على تعزيز التواجد الجواري للمرافق الأمنية، حيث تم خلال الفترة 2020-2024 تسجيل 185 مشروع، منها 151 هيكل مهني و34 هيكل اجتماعي مهني بغلاف مالي تجاوز 23 مليار دينار، فيما قارب المستوى الوطني للتغطية الأمنية 80%، بتعداد إجمالي يفوق 223 ألف منتسب مسخر للحفاظ على أمن المواطنين وممتلكاتهم، مع استحداث 6 تخصصات أمنية جديدة تماشياً مع متطلبات الميدان وتطور أشكال الجريمة. كما حرصنا على ضمان أعلى مستويات المواكبة الأمنية لقرار السيد رئيس الجمهورية باستحداث الولايات العشر الجديدة، إذ استفادت هذه الأخيرة من 45% من إجمالي الهياكل المسجلة خلال السنتين الأخيرتين، كما تم دعمها بالتعداد البشري المؤهل بتخصيص قرابة 8000 منتسب لفائدتها من أبناء هذه الولايات ذاتها، وهو ما سمح بضمان تغطية أمنية مثلى على مستواها. كما أنه وبالنظر للتقدم الحضري البارز الذي تعرفه بلادنا والديناميكية الملموسة في برنامج خلق المدن الجديدة والأقطاب الحضرية، فقد تم تسطير مخطط مدروس لتعزيز الأمن بهذه المجمعات السكنية والتصدي لمختلف أنماط الجريمة التي تهدد سكينة قاطنيها، من خلال تعميم المراكز الأمنية الجوارية باستحداث 84 هيكل جديد على مستواها منذ 2020، فضلاً على تكثيف الدوريات الميدانية المتنقلة وكذا الاستعانة بالوسائل الحديثة، دون إغفال العمل التحسيسي المركز الذي تبادر به المؤسسة الشرطية ومصالحها المحلية وتواصلها المستمر مع المواطنين وفعاليات المجتمع المدني، لتؤكد بذلك صفتها كشرطة مجتمعاتية بامتياز. وعلى صعيد ذي صلة، بادرت الشرطة الجزائرية بتنفيذ برنامج طموح لعصرنة مصالحها من خلال إلى كل عناية والدعم لتعميم الرقمنة، اعتماداً على ربط 1000 مصلحة شرطية بالألياف البصرية، وانطلاق مشروع الحواضر الذكية على مستوى 1268 منشأة أمنية، مع تطوير عديد الأنظمة المعلوماتية والتطبيقية الحديثة، وكذا تكثيف نشاط التعاون وتبادل الخبرات بخصوصها على الصعيد الجهوي والقاري والدولي. وفي هذا السياق وبفضل كل هذه الجهود، جدير بنا اليوم أن نشيد بالمكانة الرائدة التي تبوأتها الشرطة الجزائرية والطفرة الهامة في مستوى الأداء، والتي تثبتها النتائج العملياتية الهامة التي تم إحرازها في كل مجالات تخصصها، حيث أضحت بفضل حنكة وكفاءة أفرادها تصنع التميز في سرعة معالجة قضايا شائكة حبكها محترف الإجرام، فكانت لهم بالمرصاد وكشفت الستار عن مخططاتهم الهدامة. وأخص هنا بالذكر على سبيل الاستدلال للحصر العمليات النوعية في مواجهة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، التي أضحت أحد ركائز الخطط الخبيثة لضرب شبابنا واستقرار وطننا، والتي تصطدم في كل مرة بيقظة أبناء الجزائر البررة واحترافية الأسلاك الأمنية متضافرة الجهود. كما أود من هذا المنبر أن أشيد بالمساهمة الهامة للمؤسسة الشرطية ضمن الجهود الوطنية المصممة على دحر مختلف التهديدات المستجدة عبر الفضاء السيبراني، الذي أصبح ملاذاً للمتربصين لبث عدائهم للوطن وممارسة النصب والاحتيال وتغليظ المواطنين، فضلاً على استغلال مختلف الوسائط الحديثة لنشر الفتن وتهديد قيمنا الوطنية والمحاولات البائسة للتشكيك في المكتسبات والإنجازات وتضبيط عزائم التطور والرقي، وهي كلها المساعي المسمومة التي تندثر بفضل حرص منتسبي هذا السلك الواعين بالتحديات والمستلهمين من القيم الوطنية المتوارثة. السيدات الفضليات، السادة الأفاضل،
إن مختلف النتائج الإيجابية المحققة والتي لا يسعنا المجال هنا لسردها جميعا تعود أساسا للدعم القوي الذي وجهته السلطات العمومية للبلاد خلال السنوات الأخيرة للمؤسسة الشرطية، والاعتراف العميق الذي خصها به رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون موسوم بعنايته واهتمامه لمنتسبي سلك الشرطة الذي جسده عبر ما اتخذه من قرارات هامة في سبيل التكفل المتواصل بانشغالاتهم المهنية والاجتماعية وتحسين مستوى جاهزيتهم. وينعكس ذلك أيضا في الأولوية التي نوليها لترقية المورد البشري، حيث تجاوزت حصيلة الترقية لفائدة منتسبي الشرطة 100,000 مستفيد منذ 2020 نظير تفانيهم في أداء مهامهم النبيلة، كما تم إلى الأولوية للتحسين المتواصل لقدرات المورد البشري من خلال برمجة ما يقارب 120,000 دورة تكوينية خلال الأربع سنوات الأخيرة، وكذا التكييف المستمر للمناهج التي تلقن عبر مدارس الشرطة ومراكز التدريب. ويضاف إلى هذا الحرص على ضمان التحكم في آليات ومعدات التكنولوجيا الحديثة خلال مراحل التحضير والإعداد تحسبا لإقحام العناصر في الميدان العملياتي دون إغفال التعزيز المتواصل لآليات التنسيق بين مختلف الفاعلين في المعادلة الأمنية. وإذ أنوه بفخر بما حققناه من حصائل مشرفة ذا عصيتها جهويا ودوليا وجعلت عديد الدول تشيد بها وتستلهم منها، فإني أهيب بكم مواصلة العمل في سبيل حماية الوطن والمواطن، كما أدعوكم ونحن على مشارف الاستحقاق الانتخابي الرئاسي أن تتجندوا لضمان التغطية الأمنية المثلى لهذا المسار الهام كل على مستوى اختصاصه بما يسمح بضمان السكينة والأمن خلال جميع مراحل العملية، وكذا تمكين المواطن من ممارسة حقه الدستوري في أجواء يسودها الأمان والطمأنينة. ولا يفوتني قبل أن أختم مداخلتي أن أقف وإياكم وقفة ترحم وإجلال أمام تلك النفوس الطاهرة لشهداء الواجب الوطني، لنستذكر مواقفهم الخالدة وتضحياتهم الجسام فداء للوطن. كما أستغل هذه السانحة أيضاً لأبارك للذين نالوا شرف الترقية بهذه المناسبة إلى رتب أعلى نظير ما بذلوه خدمة لأمن المواطنين وممتلكاتهم، مهيباً بهم إلى مزيد من الجد والمثابرة خدمة للصالح العام. فهنيئاً إذن لكل منتسبي الأمن الوطني من عاملين ومتقاعدين بهذه الذكرى التي نأمل أن تكون محطة تضاف إلى تلك المحطات التاريخية العديدة نستحضر فيها مناقب وخصال أولئك الذين فضلوا التضحية بالنفس والنفيس لتبقى راية الجزائر شامخة خفاقة ومصانة بين الأمم، ونشحذ الهمم لنخوض بثقة وأمل وثبات غمار مستقبل واعد يطبعه الأمن والازدهار والرخاء. المجد والخلود لشهداء الأبرار. عاشت الجزائر أبية قوية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن مشاهدينا، كانت هذه كلمة وزير الداخلية والجمعات المحلية السيد إبراهيم الراد مباشرة من مديرية الوحدات الجمهورية للأمن الوطني بالحميس بالعاصمة، كما ذكرنا بمناسبة الذكرى 62 لتأسيس الشرطة الجزائرية، كما ذكرنا أيضا مسيرة حافلة بالإنجازات. إلى موعد الصباح الرياضي، ومن تقديم الزميل علي جعفر. صباح النور علي. صباح الخير لاميا، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والبداية بالحدث الأولمبي باريس 2024، حيث حل الفوج الجزائري الأول من الرياضيين المشاركين في الألعاب بمقر إقامته بالعاصمة الفرنسية قبل 4 أيام على انطلاق المنافسة، وضم الوفد كلا من رميس أبو علام وإيمان خليف في الملاكمة ونهاد بن شادلي في التجديف وديانا بوزيدي في الكانوي كاياك وكسيلم عمري في البادمنتون، بالإضافة إلى ليندا الغلايبي في تنس الطاولة وجواد سيود في اختصاص السباحة. إيجابية وإضافية لمسناها بمجرد وصولنا إلى القرية الأولمبية، لاحظنا عمال استقبال أغلبية الجزائريين، عمال لوجيستيك، عمال النظافة، عمال اللي موجودين في القرية أغلبية الجزائريين كلهم يأتون يبحثون على مبنى الجزائر. هذا لحقيقة يجسد اللحمة بين أبناء الوطن الواحد، سواء جاليتنا في المهجر و
أبطالنا ورياضيين المشاركين. نظن أنه تبقى نقطة إيجابية وفارقة، لهذا أكدنا أنه هذه الألعاب ألعاب استثنائية بالنسبة للجزائر. يوم 18 كان وصولي مع وفد مصغر من أجل تحضير وصول الوفد الجزائري الذي الحمد لله وصل يوم 20. نحن جد سعداء، كان استقبال قوي، استقبال جماهيري، كنا منتظرين أن جالية الناس تكون في استقبال أبطالنا. الحمد لله هذا ما كان عليه، هذا الشيء اللي قدم دفعة معنوية لكل الأبطال ولنا كذلك المسيرين، بما أنه نحن في ألعاب استثنائية ولدينا رهان رفع الراية الوطنية هنا في باريس. هذا وتنقل أمس كذلك فوج آخر من الرياضيين الجزائريين المشاركين في الألعاب الأولمبية، ويتعلق الأمر بوفد نخبة الرماية بقيادة أو برئاسة رئيس الاتحادية الجزائرية للعبة، في انتظار التحاق باقي الرماة المتأهلين اليوم بالنظر لتواصل تحضيراتهم. وتطمح النخبة الوطنية في اختصاص المسدس والرمي بالبندقية إلى تحقيق نتائج مشرفة وتحسين الترتيب العام خلال المحفل الأولمبي. تعبنا باش تحصلنا على هذا التأهل، يعني بعد ما كان عمل كبير قامته الوزارة والاتحادية الجزائرية اللي قامت بعمل كبير، والمديرية الفنية لمدة عام ونص أو عامين من التحضير. إن شاء الله برك نكون عند حسن ظن الجميع ونشرفوا بلادنا في فرنسا. اليوم رانا يعني رايحين ننتقلوا إلى باريس للمشاركة في الألعاب الأولمبية بثلاثة رياضيين. اليوم راح يتنقل رياضي واحد اللي هو بشير بسامير في اختصاص مسدس، اما بالنسبه ليوم الغد راح يكون رياضيين اثنين، هدى شعبي في يعني في الكارابين يعني البندقيه، وكذلك كسيلة عدول في اختصاص بندقيه كذلك. بالنسبه للتحضير كان في المستوى، يعني اول مره يعني نقدروا نقولوا ان التحضير كان جيد جدا، خاصه بعد مرحله التاهل. التحضير يعني لابد ان نذكر يعني مساهمه وزاره الشباب والرياضه وكذلك المتابعه تاع المرافقه تاع اللجنه الاولمبيه. الاتحاديه وفرت كل ما لديها من امكانيات باش يكون التحضير في المستوى. واليوم كما قال الرئيس ان شاء الله راح نقطف ثمار هذا التعب هذا. رايحين نقطفوا ان شاء الله ثمار العمل تاع اربع سنوات تحضير للالعاب الاولمبيه. اللي تم يعني تأهيل ثلاث رومات، اثنين في المسدس واثنين في البندقية واحد في المسدس. احنا ان شاء الله يتعلق الامر ببشير سليم وعدول كسيلة وهدى شعبي. احنا اليوم ان شاء الله راح نحطوا الرحال بباريس للمشاركة في الالعاب الاولمبية باريس 2024. ضمن الحدث الأولمبي دائما تطمح الجذافة الجزائرية زهرة بن شاذلي إلى تحقيق أفضل نتيجة ممكنة في مشاركتها بالألعاب الأولمبية بعدما اكتسبت الخبرة اللازمة في المنافسات الإقليمية والدولية. بورتري لوهيبة بالحوة. بن شاذلي نهاد جذافة في الفريق الوطني الجزائري 22 سنة، راني ليسونسيي مع لو كلوب افيرون اوراني التجديف الوهراني. الألقاب اللي عندي هي عندي بطلة الجزائر منذ 2017، وعندي بطلة إفريقيا لعشر مرات، وبطلة العالم ميدالية ذهبية في داخل القاعة، وسيزيام مونديال في لا كوب دو موند ان 2022 في صربيا. الخواي فيزيك تاعي اللي درته بيان سور كو ما جاش غير هكا، كان وراه بزاف ناس اللي عاونوني كيما الشيخ وهبي بالحاجين
نتمنى له الشفاء العاجل اللي عاوني بزاف كوتي ميسكولاسيون كوتي ميم طراي فيزيك هنايا او نيفو دو ستاد وي كنت ندرب عنده انا ومي سوغ جيهان وفاطمه دونك كنا طراي فيزيك كنا فريمون هو اللي كان حكمنا وحسيت بلا بروغريسيون عنده. قلت لك تطلعي في البوديوم عندك لوطو صاي تفاهمنا صافي 7 طون تفاهمنا عليها تفاهمنا كي جيتي تريني وقدرتك في لي برومي زونترينمون قلت لك tu vas faire les jeux olympiques قلتها لك ولا لا on a travaillé dur pendant 2 ans خدمتي on a travaillé dur هاد لي ريزولتا c'est un travail على بالكم l'aviron c'est un sport dur c'est un sport répétitif ennuyeux il faut beaucoup de une volonté de faire sacrifice دائما في الأولمبياد السباح الفلسطيني يزن البواب يطمح كذلك لتقديم أفضل مستوياته خلال المشاركة في أولمبياد باريس 2024 من أجل تشريف بلاده ودعم قضيتها العادلة من بوابة الرياضة. بورتري عن السباح مع أحمد صويلح. سواء حققنا ميدالية أو لا انتصرنا بالفعل بوجودنا هنا هو لسان حال السباح الفلسطيني يزن البواب الذي يأمل في رفع معنويات سكان غزة الذين يعانون تحت القصف الصهيوني ويرغب السباح يزن في تمثيل شعب مظلوم ورفع راية الحق عاليا. سنفوز ونرفع العلم الوطني. الشعب في فلسطين يمر بوضع صعب وأتمنى أن أتمكن من إدخال الفرحة عليهم. نحن الفلسطينيون إذا منحنا فرصة نكون أقوياء وأفكر في فلسطين في كل يوم وفي كل ثانية. يزن البواب البالغ من العمر 24 عاما ولد في السعودية من أبوين فلسطينيين لاجئين يحلم بدعم الفلسطينيين في تظاهرة رياضية دولية والأكيد أن البطل الفلسطيني قد حضر جيداً لهذا الموعد الهام. نحن مستعدون للفوز حقيقة الناس لا يريدوننا أن نكون هنا لا يريدوننا أن نمارس الرياضة ولا يريدوننا أن نكون موجودين ينظرون إلى العالم ولا يريدون ذلك لذا فإن التواجد هنا هو انتصار حقيقي في حد ذاته. ولأن الأماني هي محرك حياتنا الخفي لا يريد يزن سوى تحقيق الهدف المنشود وسماع صوت النشيد الفلسطيني يدوي في سماء العاصمة باريس. ومع اقتراب النسخة 33 للألعاب تشهد شوارع العاصمة الفرنسية باريس مظاهرات تضامنية مع غزة ومناهضة لجرائم الاحتلال الصهيوني في القطاع ورفع المشاركون من مختلف الجنسيات شعار الأولمبياد مع لافتات مطالبة بمنع دولة الكيان من المشاركة في الألعاب الأولمبية المقبلة. وصلت الشعلة الأولمبية إلى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس بعد رحلة تعريفية بأبرز المعالم السياحية في البلاد وحمل الشعلة الأولمبية جيسون لامي شابوي الحائز على الميدالية الذهبية الأولمبية والذي تسلم الشعلة في منطقة أورلي. بعيدا عن الألعاب الأولمبية في التنس توج الإيطالي مارتن بيريتيني بلقب بطولة غاتشاد السويسرية إثر تغلبه على الفرنسي كونتان أليس في المباراة النهائية بمجموعتين دون مقابل والتفاصيل في تقرير نسرين شبوط. حقق الإيطالي ماتيو بيريتيني لقب بطولة جاشاد السويسرية للتنس بعد تحقيقه الفوز على الفرنسي كوينتين هاليس بمجموعتين دون مقابل
الإيطالي ماتيو بريتيني تألق منذ بداية المباراة المجموعة الأولى انتهت لصالحه ب6-3 لكن قبل نهايتها تم إيقافها بسبب الأمطار الغزيرة لتتواصل المواجهة ويواصل الإيطالي تألقه ويفوز بالمجموعة الثانية ب6-1. لقد بدأت هذا العام التحضير متأخرا، لقد تلقيت العديد من الصعوبات والإصابات، الأمر المهم أنني بصحتي وألعب جيدا، وعندما تكون العزيمة كل شيء يأتي معها، وأنا سعيد عندما تواجدت ضمن قائمة أحسن 30 رياضي وهذا أمر جيد. بريتيني المصنف 82 عالميا ها هو يحرز اللقب التاسع في مسيرته حيث حقق أول لقب له في سنة 2018 في بطولة جاشتاد تحديدا وكان أيضا وصيفا في 2022 وهذا هو اللقب الثاني له في 2024 بعد لقب بطولة مراكش الدولية للتنس. بالتنس إذن نختم الصباح الرياضي، شكرا جزيلا لكم على المتابعة، أعود إلى لاميا وختام هذا الصباح. شكرا لك علي جعفر. إذن مشاهدينا بالموعد الإخباري، بهذا الموعد الرياضي أقول نختم هذا الموعد الإخباري، متابعة طيبة لبقية برامجنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.